مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة كالعادة وهي بداية لأسبوع جديد من هذا البرنامج بتكون حلقة مهمة جدا، وبنتكلم فيها في العديد والعديد من الأمور والمواضيع الهامة سواء على الساحة الرياضية المصرية أو الساحة الرياضية العالمية، وبالتحديد أهم وكل ما هو جديد يخص أخبار النادي الأهلي وبالتحديد كمان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. أخبار كتير وكلام كتير هنتكلم فيه النهاردة، بالتحديد كمان الجزء الثاني من الحلقة هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور، وهنستفيد في الحديث في العديد من الجوانب على الساحة الرياضية المصرية. نروح نشوف الأول أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الزمالك. الدوليون ينتظمون في تدريبات الفريق الثلاثاء. فيلر يضع برنامجا خاصا للاعبين الدوليين قبل استئناف الدوري. الفريق الأول يخوض مباراة ودية الاثنين. عمرو السولية جاهز لمباراة القمة. اتحاد الكرة يطبق نظام الدوري الإنجليزي في حفل تسليم درع البطل الجديد. والمنتخب يواصل تدريباته استعدادا لبوتسوانا وعشرة آلاف مشجع للقاء. طيب اخبار كتير كالعاده تتعلق بالنادي الاهلي. عايز ابتدي بس بالحفله بتاعه تسليم الدرع اللي كانت اول امبارح. حفله في الحقيقه كانت جيده، وممكن نظام الحفله كان مش بالشكل المطلوب قوي، لكن كان شيء مهم ان الحفله في النهايه كانت تليق بالنادي الاهلي وببطل الدوري والبطوله رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي، فبالتالي كانت لقطات كلها مهمه وكلمات غايه في الاهميه سواء من كابتن محمود الخطيب او من حسام عاشور كابتن الفريق، وكان في لفته كمان اكثر من رائعه بتتعلق بمؤمن زكريا في اطار حضور عدد كبير جدا جدا من مسؤولي النادي الاهلي وكمان من اللاعبين، تقريبا اللاعبين بشكل كامل، والجميل ايضا حضور البعض اللي رحل عن النادي الاهلي سواء على سبيل البيع النهائي او على سبيل الاعاره، وكان حقهم طبعا. وكمان الشيء المميز حضور كمان الكابتن محمد يوسف المدرب العام السابق بالفريق مع الجهاز الفني السابق، والكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق بفريق النادي الاهلي. كلها جوانب مهمه وتدل على عده اشياء بتتمثل في قيمة النادي الأهلي وبتتمثل في الروح اللي دايما بتبقى موجودة ما بين أبناء النادي الأهلي. حفلة كانت جيدة ومعنويا توقيتها جيد، رغم ان التوقيت المفروض يبقى مع نهايه كل مباراه، وده اللي احنا بنتمناه يا جماعه ان شاء الله باذن الله خلال الفترات اللي جايه او المواسم القادمه، ان ايا كان مين البطل زي ما قلنا مرارا وتكرارا ان يبقى يتم الاحتفال بالبطل في ارضيه الملعب، وده شيء غايه في الاهميه في الحقيقه. لكن في كل الاحوال النادي الاهلي اخيرا استلم بطوله الدوري، الدرع نفسه استلمه اخيرا بعد شهرين ونص من انتهاء بطوله الدوري، وبعد ما النادي الاهلي خد بطوله السوبر كمان، وبعد ما النادي الاهلي لعب ثلاث مباريات في الموسم الجديد وكمان متصدر بطوله الدوري الجديد. فماشي، هي دي الظروف اللي عندنا في مصر بالتحديد بعد الموسم الاستثنائي الماضي، لكن ان شاء الله نتمنى ان الامور ما تتكررش مره ثانيه. لكن أنا عايز أقف شوية عند كلمة الكابتن محمود الخطيب، لأنه قال رسائل مهمة جدا خلال كلمته في هذه الحفلة، يا ريت يا بيه تجيبها لنا نشوف الكلمة بتاعت الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أستاذ الحضور، لأن أنا طبعا شايف الحقيقة يعني حضور ما شاء الله، فاسمحوا لي كده أنا بتكلم عن الحضور بشكل عام، إذا كان استاذ عمرو الجنايني او مسؤول وزاره الشباب والرياضه او الشركه الراعيه او برزنتيشن، والساده الاعلاميين وابطالنا اللي هم ابطال الدوري والكاس للازم موسى وكاس السوبر يعني.
الحقيقة يمكن موسم من النهاردة وقفت شوية مع السلوجان بتاع الاحتفال. السلوجان بيقول الأهلي لا يعرف المستحيل، وده بالفعل الموسم ده موسم كان موسم صعب جدا، موسم صعب جدا في بدايته لكم الإصابات اللي كان موجود، موسم صعب جدا لأن النادي الأهلي لعب مباريات كثيرة جدا جدا بشكل مضغوط، موسم صعب جدا لعدم حضور الجمهور، والجمهور ده شيء أساسي بالنسبة لنا. برضو موسم صعب لأن الحقيقة لاحظت حاجة خلال السنوات، يعني السنتين اللي فاتوا أو السنة ونص اللي فاتوا، حاجة غريبة شوية. الرياضة منافسة، والرياضة يعني الحقيقة يمكن مش عايزين نخرج برا إطار الرياضة، لكن لاحظت كمان وليه موسم صعب كمان، لاحظت أن هناك من يحاول بقدر الإمكان يفشل النادي الأهلي. في ناس بتشتغل وهمها بس إزاي النادي الأهلي يفشل أكتر ما يكون همها إزاي هم ينجحوا، ده شيء مهم جدا. كمان لاحظنا إن هناك النادي الأهلي برموزه بجمهوره بأعضائه بلاعبيه بجهازه بيتعرضوا للأسف للإساءة أو التطاول، ده أمر ما يمشيش في الرياضة. النادي الأهلي ما بيسيبش حقوقه، والنادي الأهلي بيعرف إزاي ياخد حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الأهلي. النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، لو النادي الأهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الأهلي. قيمة الأهلي الأهلي بيرتفع، والأهلي ياخد حقه بالقانون وباللوائح واللوائح المنظمة. عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون، متمسكين بتفعيل اللوائح اللي موجودة في الاتحاد الكرة، الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية، وهنسعى لده. مش عايز أخبي عليكم طبعا، لازم من حق أولادنا يفرحوا، من حق جمهورنا يفرح، من حق كل الحاضرين يفرحوا. يمكن برضه أنا الحقيقة في نجوم كبار شفتهم النهاردة اللي هم أساتذتنا وإن هم أخواتنا، وإن هم شفتهم النهاردة حاجة أسعدتني جدا. يعني النهاردة الكلام ده بقى لأولادنا والأبطالنا ولجهازنا الفني والإداري، النهاردة بيطفي النور ده، بيطفي نور موسم فات، بطولتين الحمد لله فاتوا، بكرة الصبح النهاردة يطفي النور، بكرة الصبح نولع نور جديد إن شاء الله بإذن الله. بشكركم جدا وبشكر كل الناس الحاضرين، أشوفكم على خير إن شاء الله كل سنة بإذن الله، كل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله. بصراحة 3 دقايق فيهم الشفاء، يعني 3 دقايق كلمة الكابتن محمود الخطيب هي استغرقت بالظبط تقريبا 3 دقايق أو 3 دقايق و10 ثواني مثلا، يعني قال فيهم كل الرسائل اللي أي حد نفسه يسمعها، كل الرسائل اللي بتدل على قيمة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. البعض بيقلل شوية من موضوع مبادئ، لا والله بجد موضوع مبادئ دي حقيقة، النادي الأهلي ماشي بمبادئ وقيم واضحة جدا من خلال كلمات الكابتن محمود الخطيب، ويمكن نتكلم في بعض الأمور اللي ما كانش حد متوقع أن هو يتكلم فيها. لكن أكتر الكلمات اللي استوقفتني في الحقيقة، اتكلم في بداية عن الاحتفالية والموسم اللي فات كان موسم صعب جدا وإحنا عانينا فيه بشكل كبير، سواء توالي المباريات بشكل متتالي بشكل صعب جدا والإصابات اللي كان بيعاني منها النادي الأهلي، وكمان قال الأهم من كل ده أن إحنا كنا نفتقد جمهور النادي الأهلي لأن ده بيبقى أساسي بالنسبة لنا. كمان اتكلم على ان الرياضة منافسة لكن المفروض ما يبقاش فيها تطاول، وان النادي الاهلي دايما مش هيسيب حقه في اي تطاول لشخصياته ورموزه ولاعبيه وجماهيره، وده الطبيعي، لكن في اطار محدد ومعين بنمشي من خلاله هو الاطار القانوني. تمام. اتكلم كمان على جزئيه مهمه جدا، ان للاسف الموسم اللي فات كان الناس كلها بتحاول ازاي تفشل النادي الاهلي وكان ده هدفها الاساسي، وبصراحه دي كانت حقيقه، كانت واضحه جدا لكل الناس اللي كانت متابعه الكوره في مصر، واضح قوي ان كان في شخصيات بتحاول تفشل النادي الاهلي اكتر ما هم ينجحوا.
لكن كان المجمل ايه في النهايه؟ ان النادي الاهلي نجح، النادي الاهلي قدر ان هو ياخد بطوله الدوري، فهم فشلوا في كل محاولاتهم لافشال النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ما قدروش ان هم ينجحوا لان هم ما ركزوش في اهدافهم الخاصه بيهم هم، على قد ما ركزوا ان ازاي النادي الاهلي يفشل في تحقيق اهدافه. كل دي امور مهمه. اخر حاجه مهمه قوي اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب هو فيما يتعلق بالرساله اللي قالها للاعيبه النادي الاهلي. قال احنا النهارده بنحتفل ببطوله الدوري، بس هنطفي النور النهارده ونفتح نور جديد من بكره عشان نركز في التحديات الكتيره اللي احنا مقبلين عليها، سواء بطوله الدوري، دوري ابطال افريقيا، كاس، اي بطوله، اي بطوله بيخش فيها النادي الاهلي بيبقى تركيزه دايما ازاي يحققها. بنفرح وبننجح كتير جدا كنادي اهلي، كلاعبين، كجهاز فني، كمنظومه بشكل كامل، لكن في كل الاحوال التركيز دايما فيما هو قادم. فدي سمة أساسية من سمات النادي الأهلي. في الحقيقة رسائل كثيرة جدا قالها الكابتن محمود الخطيب في كلمته، وكان موفق جدا جدا في الكلمة اللي استغرقت بالظبط 3 دقائق في الوقت اللي ممكن البعض بياخد فيه ساعة عشان يقول رسائل كثيرة جدا، وممكن ما توصلش الحاجة في الآخر وتبقى رسالة يومية كمان يعني. لكن في كل الأحوال هي دي قيمة النادي الأهلي، بتتمثل في شخصية رئيس النادي. هو ده رئيس النادي، رئيس نادي بحجم كبير زي حجم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. القيمه بتبان، الشخصيه كده، حاجات تفرح، ودايما الواحد بيبقى فخور انه اهلاوي لان بيلاقي امور في شخصيته موجوده في شخصيه النادي نفسه، فدي امور جيده في الحقيقه. في كل الاحوال على فكره معنى الكلام ده ان احنا مش بنقلل من قيمه اي نادي من الانديه، كل الانديه انديه كبيره ومحترمه جدا جدا يعني، لكن دايما في اسلوب في التعامل، وده الاسلوب الجيد اللي دايما بيميز النادي الاهلي. فكنا حابين نعلق في الحقيقه على كلمه الكابتن محمود الخطيب على الاحتفاليه بشكل كامل، وكمان من ابرز الامور كانت في الاحتفاليه دي مؤمن زكريا، وكان موجود طبعا لانه احد اللاعبين اللي ساهموا، حتى لو ما شاركش كتير لكن هو كان اسمه في القايمه، ولاعيب مؤثر جدا مؤمن زكريا، لكن الظروف اللي بيمر بيها هي اللي عطلته بشكل كبير. نتمنى له دايما يا رب يعود سريعا ويكون اضافه للنادي الاهلي. وكلمات كمان حسام عاشور اللي قال لك انا في النادي الاهلي من صغري وانا في الناشئين اتعودت ان دايما دايما ان احنا نبقى المركز الاول، موضوع ان احنا المركز الثاني ده فشل بالنسبه لنا، وهو كمان اللي قدم مؤمن زكريا والفيديو اللي شفناه، وكلها امور ولفتات مهمه جدا جدا من خلال هذا الحفل الكبير، واللي اخيرا استلم فيه النادي الاهلي درع الدوري. ان شاء الله اللي جاي باذن الله السنين اللي جايه يكون تسليم درع الدوري في الملعب، والاحتفال يكون كبير في الملعب على غرار الدوريات الاوروبيه الكبرى باذن الله. الفريق بقى واستعداداته لمباراه القمه، احنا عارفين ان امبارح كان اجازه والنهارده كمان اجازه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الفريق باذن الله بكره هيستأنف تدريباته واستعداداته النهائيه لمباراه الزمالك باذن الله تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعه 8:00 مساء. مباراه غايه في الاهميه، غايه في القوه والصعوبه، لان انت بتواجه فريق كبير جدا طبعا نادي الزمالك، فريق محترم عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، فالنديه هتكون واضحه في ارضيه الملعب كما هو المعتاد بخصوص مباريات الاهلي والزمالك دائما يعني. فمباراه غايه في الصعوبه وفي القوه، النادي الاهلي هيستعدلها طبعا بشكل مميز ابتداء من الغد. هو استعد على مدار الاسبوع اللي فات كله بعد مباراه اسوان، واجازه يومين، والاستعدادات النهائيه هتكون بدايه من بكره ان شاء الله، وبعد بكره هيكون في مباراه وديه لسه مش عارفين طرفها مين، لكن عايزين نطمن او نطمن الجمهور الاهلاوي على بعض التفاصيل الصغيره كده اللي بتهم كل الاهلاويه يعني في كل مكان. بالتحديد عمرو السوليه رسميا جاهز لمباراه الزمالك ان شاء الله تعالى، وبيعمل فقرات اخيره في البرنامج العلاجي والتاهيلي الخاص بيه. هو دلوقتي في برنامج تأهيلي خلاص، هو شفي تماما من الإصابة وهيخش في التدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي بعد المباراة الودية بإذن الله. يعني عندك 3 و4 و5 وجمعة هيتمرن عمرو السوليه باذن الله بشكل طبيعي. دي جزئيه مهمه. محمود متولي صعب شويه ان هو يلحق المباراه، ممكن يكون جاهز لكن مش هيبقى فيه تسرع بالدفع بمحمود متولي، ده شيء مهم. كمان عايز اقول لحضراتكم ان علي معلول هينضم لتدريبات النادي الاهلي يوم الاثنين القادم ان شاء الله، وعنده مباراه وديه هتبتدي كمان
شويه تقريبا مع بين تونس، منتخب تونس ومنتخب الكاميرون في رادس هناك في تونس. والمباراه الوديه دي هيشارك فيها علي معلول بشكل اساسي، هيخلص المباراه ويعود على القاهره باذن الله عشان يشارك في التدريبات يوم الاثنين. يوم الاثنين هيبقى مباراه وديه بس هو اكيد هيبقى ليه تدريبات خاصه بيه يعني. ويوم الثلاث باذن الله ينضم كل العناصر الدوليه الخاصه بالنادي الاهلي في المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني الاول بعد ما يخلصوا المباريات الوديه بتاعتهم، وهيخلصوا يوم الاثنين او بكره في ماتش للمنتخب الاولمبي، يوم الاثنين مباراه لمنتخب مصر الاول امام بوتسوانا. ويوم الثلاث باذن الله الكل يكون متواجد ومران النادي الاهلي يكون مكتمل تماما استعدادا لمباراه الزمالك المرتقبه. قبل ما اروح للتفاصيل بقى الايه الخاصه بالاهلي في الصحف، انا استوقفني خبر في الحقيقه قبل ما ادخل الهواء، والخبر ده من سوبر كور وتصريح للكابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، وقال انه بيطلب ان قمه الاهلي والزمالك تتاجل يوم الاثنين. طب ليه يا كابتن جمال عايز تاجل القمه؟ اصل يوم السبت ده اللي المفروض ميعاده مباراه الاهلي والزمالك بيبقى فيه ماتشات في اوروبا سواء سبت او حد، فمش هنعرف نجيب حكام الصفوه. طب هنا السؤال، مع احترامنا وتقديرنا الكبير جدا جدا للكابتن جمال الغندور، يا كابتن جمال حضرتك مش عارف ان جدول الدوري من يوم ما نزل معروف امتى ماتش الاهلي والزمالك؟ يوم 19 الموافق يوم السبت، اكيد حضرتك عارف يعني. فمفروض حضرتك كنت تعمل حسابك على الجزئيه دي ويبقى في تواصل، مش عايز اقول لك من ساعتها بس كل ما الماتش يقرب حاول تتواصل وتنهي هذا الجدل وهذه الجزئيه، ان انت تحاول تجيب حكم من الحكام الصفوه زي المباراه الاخيره كده، مباراه الاهلي والزمالك الاخيره كان حكم جيد جدا في الحقيقه وحكم مصنف يعني، ده شيء كان واضح. فايه المشكله لما احنا نشتغل يا جماعه بدري؟ ما نشتغل بدري نشوف اللي ورانا ايه، نركز كده ونجيب حكام من الدرجه الاولى او حكام مصنفين على مستوى العالم لمباراه القمه من بدري بدري كده، ونستعد يعني زي ما الفرق تستعد للمباريات سواء الاهلي او الزمالك لمباراه القمه بيستعدوا استعداد خاص اكيد يعني. المفروض انت كمسؤول في الاتحاد المصري لكره القدم ان انت تستعد ايضا مبكرا لهذه المباراه من خلال ان انت تجيب حكام اجانب مميزين، لكن ما نجيش لغايه لما الوقت يزنقنا والدنيا تبقى خلاص ضيقه مفيش وقت ونقول طب ما نخلي الماتش يوم الاثنين. لا ده موضوع مش احترافي بقى، احنا عايزين خلصنا من القصه دي. موضوع ان السنه اللي فاتت واللي كان بيحصل الماتش يتاجل يوم بيوم ويتاجل تاني وتالت وعاشر وكلام من ده، لا خلاص بقى. فاتمنى اتمنى من كل مسؤول مش الكابتن جمال بس ان هو يفكر ويركز قبل تصريحاته اولا، لان تصريح غير موفق في الحقيقه لو التصريح ده صح، ده منقول عن موقع سوبر كوره يعني. واتمنى ان هو يشتغل هو والمسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم، هم بينجحوا في بعض الامور وبيتعطلوا في بعض الامور الاخرى، لكن دايما دايما لازم يكون عندهم حجم المسؤوليه عاملين حسابه بشكل كبير، ولازم ان هم يجهزوا نفسهم ويجهزوا لهذه المباراه بشكل مبكر. ما يبقاش اسهل حاجه ان احنا ناجل وخلاص يا جماعه، مش عايزين موضوع ان احنا نريح دماغنا دايما. خلاص يا عم نريح دماغك واجل الماتش يوم وكمان، لا ده نظام غير احترافي بالمره، ونتمنى تدارك هذا الامر مع كامل الاحترام والتقدير لقيمه تحكيميه كبيره جدا طبعا هو الكابتن جمال الغندور. نشوف الاخبار كتبت على الاهلي في الصحف. يلا المساء، الاهلي يفتح ملف القمه غدا، فايلر يبدا تجهيز اللاعبين بقوه، الدوليون ينضمون للفريق الثلاثاء. الأهرام، مداعبات الجنايني ومجلس الأهلي تسيطر على حفل تسليم الدرع 41، الخطيب لا نعرف المستحيل ونحصل على حقوقنا بالطرق القانونية فقط، رئيس اتحاد الكرة، الأهلي نموذج يحتذى ويستحق اللقب عن جدار. أخبار اليوم، وسط طموحات متزايدة بلقب جديد، الأهلي يحتفل بالدرع 41 في حفل بهيج وتكريم خاص لمؤمن. الأحمر يواصل استعداداته للقاء القمة بقيادة الفارس فايلر. الشروق، في احتفالية اللقب 41 محمود الخطيب، الأهلي لا يعرف المستحيل، تخطينا صعوبات كبيرة الموسم الماضي، متمسكون بالحصول على حقوقنا بالقانون ونحافظ على قيمتنا العالية ولن نتدنى.
الأهرام المسائي، الأهلي مشغول بالأدغال، الخطيب يوصي فايلر بدوري الأبطال، والجبهة المحلية بلا خطور. الجمهورية، الأحمر يخوض مبارياته الإفريقية على برج العرب. الوطن، الأهلي يخطط لشراء رمضان صبحي نهائيا لغلق الباب أمام أستون فيلا. برنامج تأهيلي خاص لسوليا ومتولي ومحسن وعبد الحفيظ يتابع لاعبي الأولمبي. الدستور حدد 5 ملايين استرليني للحصول على خدمات جناح هدرسفيلد. الخطيب يكلف مرتجي بإنهاء شراء رمضان وصالح مفاوضاتي مع الأبيض شائعة. الأخبار المسائي، مهاجم سموحة ينتظر عرض الأهلي. طيب نبتدي بجريدة المساء، واللي اتكلمت النهاردة عن النادي الأهلي وقالت إن الأهلي يفتح ملف القمة غدا، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم طبعا مع بداية الحلقة، لأن خلاص مباراة طبعا مهمة قوي، مباراة الزمالك، فالاهتمام هيكون بيها على مدار الأسبوع كله لحد ما تنتهي على خير بإذن الله، بإذن الله بفوز النادي الأهلي في مواجهة هتكون صعبة جدا مع فريق كبير ومحترم وهو نادي الزمالك. فايلر يبدأ تجهيز اللاعبين بقوة، وكده كده تجهيز اللاعبين دايما في كل الأحوال بيتم بقوة، يعني ما بيبقاش في تهاون في هذا الشق، لأن كل المباريات في الحقيقة مهمة، لأن كل المباريات أيضا بتؤهل للفوز باللقب. يعني الدوليون ينضموا للفريق الثلاثاء وان شاء الله ينضموا، وباذن الله النادي الاهلي يكون جاهز كل الجاهزيه لهذه المباراه المرتقبه. نروح للاهرام المسائي. الاهرام المسائي بيقول ايه؟ بيقول الاهلي مشغول بالادغال، قصدهم يعني ببطوله دوري ابطال افريقيا عشان القرعه كانت يوم الخميس وكلام من ده يعني. او كانت قبلها بيوم تقريبا الاربعاء على ما اتذكر. وان التركيز في الادغال وان الاهلي بيفكر في بطوله دوري ابطال افريقيا، خلينا نقول ان التفكير طبعا في بطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله الاهم من السنه دي ان شاء الله للنادي الاهلي. كل البطولات مهمه لكن الاكثر اهميه هي بطوله دوري ابطال افريقيا بكل تاكيد، كلنا منتظرين، لكن مش ده التوقيت ان النادي الاهلي هيفكر فيه في البطوله خالص، وده كان واضح من خلال تصريحات مستر فايلر، وكان واضح من خلال تصريحات الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بعد القرعه اللي كانت يوم الاربعاء. ففي استعدادات، في استعدادات بس مختلفه. بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات والتسجيلات الخاصه بالفرق اللي انت هتواجهها في المجموعه. ده شق اداري واستعداد بعيد خالص عن الاستعداد الفني الخاص بالفريق. الفريق دلوقتي بيستعد لايه فنيا؟ لمباريات الدوري اللي هتبتدي بايه؟ بمباراه الزمالك. كلاعبة كعناصر جهاز فني مفيش تفكير في بطولة أفريقيا خالص دلوقتي، تفكير كله في مباراة الزمالك القادمة. الخطيب يوصي فايلر بدوري الأبطال، احنا كلنا بنوصي فايلر في الحقيقة مش خطيب بس، يعني كلنا مستنيين بإذن الله من مستر فايلر ومن لاعبين بطولة دوري أبطال أفريقيا. وهم هنا كاتبين أو كاتبين عنوان خطير جدا، يعني يقول لك الجبهة المحلية بدون أو بلا خطورة. يعني إيه الجبهة المحلية بلا خطورة؟ لا طبعا، بطولة الدوري سواء دوري أو كاس بطولات قوية جدا ومهمة جدا، وبالعكس كلها خطورة وكلها صعاب وعقبات كبيرة جدا، سواء تتمثل في الغريم التقليدي نادي الزمالك والمنافس أكيد على بطولة الدوري، تتمثل في بيراميدز، تتمثل في الإسماعيلي، تتمثل في أكتر من نادي، أندية كلها كبيرة وعريقة وقوية وعندها أهداف خلال بطولة الدوري. مفيش نادي بيلعب النادي الأهلي يقول لك مش مهم أنا كده كده أقصر من الأهلي، مفيش حاجة اسمها كده في الكورة، كله عامل حسابه وكله عارف ازاي يواجه النادي الاهلي ويعطل النادي الاهلي وكلام من ده يعني. فطبعا الجبهه المحليه لا، فيها تركيز كبير والنادي الاهلي مركز فيها بشكل كبير، وكلها صعاب يعني وعقبات صعبه جدا في كل الاحوال. طبعا نروح لعنوان اخر من الجمهوريه. الجمهوريه بتقول ايه؟ الاهلي يخوض مبارياته الافريقيه على برج العرب. هو ده الاقرب حتى الان، لكن خليني اقول لحضراتكم ان دايما هيكون في محاولات من المسؤولين في النادي الاهلي ان الفريق باذن الله يخوض مبارياته الافريقيه على استاد القاهره او استاد السلام، وهذه الخيارات الاولى والخيار الاول والثاني، الاول استاد القاهره الثاني استاد السلام، الثالث وده يعني لما الدنيا تأزم قوي يعني برج العرب.
فدايما هيكون في محاولات من المسؤولين في الحقيقه ان يبقى المباريات الافريقيه طبيعي هتبقى بجمهور، وان شاء الله باذن الله هيحاولوا وينجحوا في هذه المحاولات ان المباريات تبقى في القاهره عشان الفريق يتجنب الاجهاد، وده شيء مهم قوي ومعاناه عانى منها الفريق الموسم الماضي بالتحديد يعني. لكن الاقرب بسبب ان الجمهور ما بيحضرش في المباريات اللي على استاد القاهره او اللي في القاهره بشكل عام، فالاقرب ان هي تبقى في برج العرب، لكن باذن الله هيكون في محاولات مستميته ان شاء الله. وفي الاخر طبعا دي امور امنيه احنا بنحترمها وبنقدرها بكل تاكيد. نروح لجريده الوطن وتتكلم على حاجه يعني هي طبعا بديهيه جدا جدا وحقيقيه طبعا، يعني الاهلي يخطط لشراء رمضان صبحي نهائيا لغلق الباب امام استون فيلا. الموضوع ملوش علاقه ان تغلق الباب امام استون فيلا ولا لا، الموضوع ليه علاقه بان النادي الاهلي محتاج رمضان صبحي. النادي الاهلي عايز يخلص طبعا رمضان صبحي بشكل نهائي، مش موضوع ان الاعاره تخلص اخر الموسم وشكرا على كده او تتجدد اعاره، لا النادي الاهلي عايز يشتري رمضان صبحي، ده ما فيهاش نقاش يعني، دي ما فيهاش نقاش. استون فيلا طبعا بترغب في رمضان واكثر من نادي، خصوصا بعد تالق اللاعب من بدايه الموسم مع النادي الاهلي وهو هداف الدوري في هذه الفتره يعني. لكن الاهلي اكيد ان شاء الله باذن الله هيسعى بكل قوه لانهاء انضمام رمضان صبحي بشكل نهائي. برنامج تأهيلي خاص لسوليه ومتولي ومحسن، وده بسبب الإصابات المختلفة. عمرو سوليه قلنا لحضراتكم خلاص، وده بناء كمان على تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ اليوم، وإن سوليه جاهز ومتاح للجهاز الفني في مباراة القمة بإذن الله. متولي الموضوع هيبقى فيه صعوبة شوية، ومروان محسن هو خارج المباراة، مش ما اعتقدش ان هو هيلحق هذه المباراه بسبب الاصابه، لان هو عارفين عمل جراحه في الوجه، كسر في عظام الوجه، فاعتقد الموضوع صعب شويه على مروان. والكابتن سيد عبد الحفيظ يتابع لاعبي الاولمبي، هو بيتواصل معاهم اكيد بشكل دائم وده دوره في الحقيقه. وعندنا اربع لاعبين في المنتخب الاولمبي مهمين جدا، عمار حمدي، وعندنا مصطفى شوبير، وصلاح محسن، ورمضان صبحي. فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله يعني الحمد لله امبارح اتلعبت المباراه تجربه مهمه جدا، مباراه جنوب افريقيا الاولى، عباره عن ثلاث اشواط، كل شوط تقريبا كان نص ساعه، مباراه ما اتذاعتش بناء على طلب الكابتن شوقي غريب، لكن الحمد لله ما فيش اصابات لاي حد من عناصر المنتخب بشكل كامل يعني. وان شاء الله المباراه بتاعت بكره كمان تخرج من غير اصابات ويستفاد منها، وده الاهم كمان برده المنتخب الاولمبي بكل تاكيد عشان تصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله. نروح للدستور. بيقولوا يعني ان الاهلي محدد 5 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات جناح حضري السولد اللي هو طبعا رمضان صبحي، ان الخطيب بيكلف مرتجي بانهاء شراء رمضان. واحنا اتكلمنا في موضوع رمضان ده ان النادي الاهلي اكيد هيحاول بكل قوه للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، ده شيء مفروغ منه يا جماعه، ما فيهاش نقاش يعني. ومحاولات قد تنجح وقد تفشل يعني، لكن هيبقى في محاولات اكيد يعني ان شاء الله. وصالح بيقول مفاوضاتي مع الابيض شائعه، ويمكن الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا بالتحديد طلع كلام كتير جدا ان الزمالك بيفاوض صالح جمعه، وفي الحقيقه الكلام غير منطقي لان صالح لسه في عقده يعني، عقده حتى ما يخلصش اخر السنه دي، مش عارف بالظبط العقد يخلص امتى، بس اعتقد في سنتين كمان او ثلاثه بالنسبه لصالح جمعه في عقده مع النادي الاهلي، فازاي الزمالك هيقدر يتعاقد مع صالح جمعه وهو عقده لسه ما خلصش يعني. فكلام مش منطقي يعني في الحقيقه، وخلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. لكن صالح جمعه لاعب وحابب ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي طبعا، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده من خلال تصريحاته العديده في وسائل الاعلام خلال فتره سابقه، وان هو حلم حياته ان هو يكمل مشواره في النادي الاهلي، كل هذه الامور يعني. الكوره فيها متغيرات طبعا، لكن المتغيرات دي بالمناسبه هو اللي هيبقى متحكم فيها مين؟ لا مش صالح، الاهلي. الاهلي هو اللي هيبقى متحكم في ان صالح يكمل معاه ولا ما يكملش معاه، هيبقى بناء على ايه؟ بناء على مستوى صالح، بناء على ان صالح نفسه عايز ايه؟ هي دي الجزئيه. لكن عمر ما حد هياخد لعيب غصب عن عين الاهلي يعني، الا لو عقده بينتهي، ده طبيعي يعني، او ناقص 6 شهور في عقده وارد عادي ما فيهاش مشكله، هي دي الكوره. لكن صالح جمعه لسه في سنين في عقده يعني. نروح للاخبار المسائي. مهاجم سموحه ينتظر عرض الاهلي اللي هو حسام حسن، والاهلي مش هيرسل عرض دلوقتي خالص لسموحه اطلاقا لان مش ده التوقيت، ولسه مستر فايلر ما استقرش هل هو عايز حسام حسن او غير حسام حسن، لسه خالص الموضوع ليه توقيتات محدده، ليه دراسات كبيره جدا
مستر فايلر ممكن يكون مش عايز اقول دلوقتي طبعا مش بيتفرج دلوقتي او بيتابع دلوقتي لاعبين، لا هو دلوقتي متفرغ لتقييم المجموعه بشكل نهائي اللي عنده في الفرقه، وبعد كده هيدور على العناصر اللي هو عايزها، هيتفرج على فيديوهات لعناصر كتير في الهجوم في حسب بقى احتياجاته هو اللي هيقرر. لكن موضوع حسام حسن ما فيش اي عرض اكيد هيتم ارساله من النادي الاهلي بشكل رسمي لحسام حسن اطلاقا خلال الفتره الحاليه. دي كانت بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهه الزمالك. الوطن سبورت: الاهلي عمرو السوليه جاهز لمواجهه الزمالك. الشروق: فايلر يستعيد لاعبي الاهلي الدوليين قبل القمه باربعه ايام. سوبر كوره: علي معلول ينتظم في التدريبات الجماعيه. اليوم السابع: فايلر يطلب برنامجا خاصا لتجهيز 11 لاعبا لمباراه القمه. الفجر الرياضي: فايلر يطلب تقريرا حول اداء لاعبي الاهلي الدوليين. يلا كوره: مصدر بالاهلي لا نريد المجازفه بمتولي امام الزمالك. البوابه سبورت: فايلر يفاضل بين الاعلاميين والشرقيه للدخان لمواجهه الاهلي وديا. وان ثري: قرار هام في الاهلي قبل مواجهه الزمالك. مبتدا: فايلر يستقر على مهاجم الاهلي في القمه. في الجول اكرامي: رحيلي عن الاهلي ليس مطروحا وسيبقى العوده للتشكيل الاساسي هدفي. عايز ابتدي بالوطن سبورت لان خبر عمرو السوليه انا بالنسبه لي في الحقيقه مهم قوي، لان ان هو جاهز والتاكيد خلاص بشكل كبير ان هو هيبقى جاهز لمباراه الزمالك، وده اللي قلناه لحضراتكم مع بدايه الحلقه. لكن هو مهم لقيمه عمرو السوليه في نص ملعب النادي الاهلي. عمرو السوليه في الحقيقه النص الثاني من الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده مستواه ما شاء الله لا قوه الا بالله ثابت ما بيقلش ما شاء الله يعني، فعنصر اساسي من هنا جايه اهميته، فكون ان هو جاهز لمباراه القمه فدي اضافه قويه جدا للنادي الاهلي وتحديد لخط الوسط بالنسبه للفريق، وده ما يقللش اطلاقا من العناصر الموجوده في هذا المركز بالنسبه للنادي الاهلي. نروح لسوبر كوره: بتقول علي معلول ينتظم في التدريبات الجماعيه، هم قصدهم يعني ان هو هينتظم يوم الاثنين ان شاء الله بعد ما ينتهي من المباراه الوديه ليه مع تونس امام الكاميرون، واللي اعتقد ان هي انطلقت خلاص وعلي اساسي فيها ان شاء الله يا رب باذن الله يخرج سليم كده من المباراه، مش عايزين ايه اي اصابات يعني ان شاء الله. نروح لليوم السابع. اليوم السابع بتتكلم وبتقول ان فايلر بيطلب برنامجا خاصا لتاهيل 11 لاعبه لمباراه القمه، قصدهم 11 لاعبه مين؟ سته اللي في المنتخب الاول والاربعه في المنتخب الاولمبي وعلي معلول اللي في منتخب تونس، واكيد هيكون في برنامج خاص يعني ليهم لتجهيزهم بعد العوده من المنتخبات والتدريبات اللي هتبتدي يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله ليهم هم يعني، او التدريبات للمجموعه الدوليه مع النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه، هتبقى استعدادات اكيد خاصه. نروح للفجر الرياضي: فايلر يطلب تقريرا حول اداء لاعبي الاهلي الدوليين. ده هيكون من خلال المتابعه بالنسبه للاعيبه الاهلي الدوليين. ماتش امبارح ما اتذاعش، ممكن يكون احد العناصر في الجهاز راح اتفرجوا على الماتش بتاع امبارح، هو كان في الاسماعيليه ما عنديش معلومه اكيده بهذا الخصوص يعني. مباراه بكره هي هتبقى استاد القاهره اعتقد بالنسبه للمنتخب الاولمبي، اعتقد ان هي ممكن تتذاع فهيبان هتتفرج على اللعيبه. عندك المنتخب الاول يوم الاثنين ان شاء الله المباراه مذاعه باذن الله، فالتقرير هيكون من خلال متابعه اللاعبين في المباريات الدوليه، بالاضافه طبعا لمباراه تونس والكاميرون دلوقتي لعلي معلول اكيد بيتم متابعتها طبعا يعني. طيب نروح لخبر اخر من يلا كوره، وان حد في الاهلي يعني قال لهم ان مش هنجازف بمتولي امام الزمالك. على فكره يبقى كل شيء وارد يعني، ممكن تلاقي متولي لاعب ومع مستر فايلر بالتحديد يعني ما تتوقعش حاجه،
وممكن تلاقيه ما لعبش بسبب ان الاصابه ما تمش شفائه او جاهزيته، لان هو شوف يعتقد من الاصابه خلاص يعني ممكن ما يكونش جاهز بنسبه 100%، فبالتالي ما تضطرش ان انت تدفع بيه في مباراه قويه وكبيره زي دي، لكن في كل الاحوال هنشوف يعني. البوابه سبورت بتقول ان فايلر يفاضل بين الاعلاميين والشرقيه للدخان لمواجهه الاهلي وديه. مباراه الاهلي يوم الاثنين، المباراه الوديه ان شاء الله هنشوف الاهلي هيقابل مين، لكن الاهم من الاهلي هيقابل مين ان الفريق يخرج بالايجابيات المطلوبه والاهداف المطلوبه من هذه المباراه الوديه عشان تبقى جاهز ومعاك جاهزيه لاكبر كم ممكن من اللاعبين المتاحين ليك في مباراه الزمالك باذن الله، وتختار بقى انت براحتك كمدير فني وجهاز يعني. وان شاء الله النادي الاهلي يخرج بالاهداف المطلوبه من هذه المباراه يعني. نروح لموقع 1-3. قرار هام في الاهلي قبل مواجهه الزمالك، هو القرار بيتعلق بان ما فيش اي احاديث اعلاميه او صحفيه هتكون لاعيبه النادي الاهلي خلاص، وحظر اعلامي، وده استعدادا للمرحله اللي جايه كلها مش بس مباراه الزمالك، وده شيء طبيعي يعني. نروح بقى ايه لموقع مبتدا. فايلر يستقر على مهاجم الاهلي في القمه. طيب هما بيقولوا مين؟ بيقولوا اجاييه هو مهاجم الاهلي في القمه، تمام. توقع وتنبؤ واجتهاد، وبيقولوا خصوصا بعد ما تألق في مباراه الزمالك الاولى 3-2، وهو في الحقيقه ما تألقش في المباراه دي بس، هو تألق في كل المباريات اللي لعبها مع مستر فايلر في الحقيقه لحد دلوقتي. لكن هل الناس كانت متوقعه ان اجاييه يلعب مباراه السوبر؟ كان خارج القايمه في مباراه كانو سبورت، فوجئنا ان هو اساسي في مباراه السوبر وما شاء الله تألق يعني. ممكن جدا ممكن جدا يكون في مفاجاه، ما نلاقيش اجاييه هو اللي بيبتدي، ممكن نلاقي لعيب تاني في خط الهجوم مع مستر فايلر ما تتوقعش. دي حقيقه، احنا مش بنبالغ. على مدار الست ماتشات اللي فاتوا مستر فايلر غير كتير في التشكيل، والحمد لله نجح في كل المباريات يعني. ففي مباراه الزمالك بيبقى دايما ليها حسابات مختلفه وخاصه جدا، وارد ان انت تلاقي مفاجاه. ممكن كمان ان هو يبتدي بأجاييه برضه، ممكن يبتدي بحد تاني، ممكن في نص الملعب تلاقي تغييرات الدفاع في اي حته، فهنشوف يعني. لكن كله بيجتهد طبعا، وكله بيحاول يتوقع تشكيل الاهلي قبل مباراه القمه، ولسه يعني ست ايام على المباراه او زي النهارده يعني سبع ايام، فهنلاقي اجتهادات كتيره على مدار الايام القادمه باذن الله. نروح اللي في الجول، وخبر مهم في الحقيقه بالنسبه لي. اكرامي بيقول في تصريح مع موقع في الجول، بيقول رحيلي عن النادي الاهلي ليس مطروحا، وسيبقى العوده للتشكيل الاساسي هدفي. انا عاجبني جدا دماغ شريف اكرامي يعني، مش هو عشان مش بيلعب اساسي الفتره دي، هو بيقول بالتحديد يعني بعد 9 سنين كنت بلعب فيهم اساسي، الموضوع صعب ان انا قاعد احتياطي، بس مش ده اللي هيخليني افكر ان انا امشي من النادي الاهلي. قال مستحيل ان انا ارحل عن النادي الاهلي بسبب عدم مشاركتي كاساسي. قال هفضل اسعى واجتهد، وهي دي العقليه المطلوبه في الحقيقه، مش عشان ما بلعبش افكر امشي، لا، ازاي احاول ان انا ارجع لمكاني. المنافسه طبعا صعبه مع الشناوي ومع علي لطفي، صعبه ما فيهاش نقاش، لكن ان انت محدد اهدافك وبتشتغل عليها حتى لو في صعوبه دلوقتي، لكن انت عارف انت عايز ايه. فالشريف بيقول ايه، انا عايز ارجع اساسي وهشتغل على كده، وده هدفي اللي بجتهد فيه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر كلاعب اساسي. وهو عنده 36 سنه طبعا شريف اكرامي، لعيب بخبرات مميزه وعقليه غايه في الروعه، ومفيد جدا للنادي الاهلي حتى لو ما بيلعبش، مفيد جدا للعيبه يعني. فبيقول ايه كمان، بيقول تطرق لاختيارات منتخب مصر في مركز حراسه المرمى، قال الاختيارات مثاليه باستثناء احمد الشناوي وهو غاب للاصابه، لكن هو بيشوف الثلاثه لازم يكونوا اللي هو الشناوي، محمد الشناوي وعواد وبسام، بيقول ان هو دول طبيعي ان هم يكونوا موجودين طبعا. وقال كمان ان تواجده داخل الاهلي وعلاقتي بالمسؤولين مستقره رغم عدم المشاركه، وذلك لانني في بيتي. انتقل الحديث عن علاقة الأهلي والزمالك مؤخرا، قال علاقة الأهلي والزمالك دائما ما كانت تنافسية داخل الملعب وخارجه، لكنها شابتها التعصب الكبير في الآونة الأخيرة. وهو بيقول إن ده ممكن يكون بسبب تصريحات بعض المسؤولين اللي بتأدي للاحتقان. تصريحات مهمة في الحقيقة من نجم كبير جدا وقيمة كبيرة جدا في صفوف النادي الأهلي شريف إكرامي. نتمنى له كل التوفيق، سواء هو أو الشناوي أو علي لطفي وكل لاعبي النادي الأهلي كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة، لكن دايما عقليته مميزة وهو عارف هدفه كويس، وده اللي نتمنى إن كل اللاعبين يفكروا بهذا الأسلوب. لو ما بتلعبش أساسي
حاول تلعب اساسي من خلال اجتهادك في التدريبات وطموحاتك اللي تشتغل عليها، ده شيء غايه في الاهميه. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، نروح نشوف الاخبار المحليه والعالميه ايه. يلا. سوبر كورة، الجبلية تطبق نظام الدوري الإنجليزي في حفل تسليم درع البطل الجديد. ماشي. موقع الكابتن، منتخب مصر يتدرب في برج العرب استعدادا لمواجهة بوتسوانا. موقع فيتو، البدري يستقر على الدفع بالشناوي وعواد أمام بوتسوانا. الوطن سبورت، محاضرات مطولة بالمنتخب لتطبيق الكرة الهجومية ونسيان كوبر وأجيري. اليوم السابع، رسميا 10,000 مشجع في ودية منتخب مصر وبوتسوانا. مبتدأ، استاد القاهرة يستضيف الودية الثانية للفراعنة صغار مع جنوب إفريقيا. اليوم السابع، إقامة ودية المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا بدون جمهور. موقع 1-3، ساكاواكا محمد صلاح أفضل صفقات يورجن كلوب. يلا كورة، الديلي ميل، بوجبا لن يلحق بمباراة ليفربول. في الجول، فخر ارتباط اسمه بنا، سبورتينج لشبونة يفكر في تغيير اسم ملعبه إلى كريستيانو رونالدو. سبورت 360، ريال مدريد يجهز 120 مليون لبديل كورتوا. الشروق، ديشامب، إصابة كانتي ليست خطيرة. طيب نعلق على بعض الاخبار سريعا قبل ما نروح للفاصل. نبتدي بسوبر كور، وبيقولوا ان الجبليه تطبق نظام الدوري الانجليزي في حفل تسليم درع البطل الجديد. وفي الحقيقه المسؤولين في اللجنه الخماسيه عندهم طموح كبير جدا وحاجه يشكروا عليها، وده واجبهم بحكم مراكزهم، يعني ان هم يطوروا بعض الامور في الكره المصريه، وابرز هذه الامور ان يتم تسليم درع الدوري للبطل الجديد على غرار الدوريات الكبرى زي الدوري الانجليزي في الملعب على طول، مجرد ما تفوز باخر مباراه او المباراه اللي تديك الدرع على طول، سواء بقى الاخيره قبل الاخيره قبلها باسبوع اسبوعين، تستلم الدرع في الملعب وتحتفل، وده المطلوب في الحقيقه. وكويس ان هم بيشوفوا السلبيات وبيحاولوا يعدلوها. في بس سؤال، الكره الرسميه للدوري لغايه دلوقتي ما ظهرتش، يعني لغايه الاسبوع الثالث ما كانتش ظهرت. هم كانوا وعدوا ان هيكون في كوره رسميه لبطوله الدوري يلعب بيها كل الفرق، وهيدوا مجموعه من الكرات ل مختلف الانديه، والانديه كلها المشاركه في الدوري، لكن لغايه دلوقتي في الحقيقه الموضوع ده اتاخر، مش عارف الاسباب ايه يعني. لكن هم بيحاولوا يطوروا واحنا بنساندهم ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق يعني، اتحاد الكوره بلجانه كلها. نروح لموقع الكابتن، موقع الكابتن بيتكلم بيقول ان منتخب مصر يتدرب في برج العرب استعدادا لمواجهه بوتسوانا. هم سافروا امبارح الجمعه، وصلوا برج العرب بعد ما كانوا بيتمرنوا في استاد القاهره الدولي، و هيستأنفوا تدريباتهم او هيواصلوا تدريباتهم باستاد برج العرب استعدادا لمباراه بوتسوانا ان شاء الله بعد بكره باذن الله. نروح لفيتو، بيقولوا ان البدري يستقر على الدفع بالشناوي وعواد امام بوتسوانا. طبعا كل واحد فيهم شوط يعني، مش هيدفع بالاثنين في وقت واحد، لكن في كل الاحوال هنشوف كابتن حسام بدري هيعمل ايه في هذه المباراه، هيختار مين في حراسه المرمى، مين في التشكيله كلها يعني. ويا رب نتمنى له يا رب كل التوفيق والدعم والمسانده مننا ومن كل الناس يعني، لان احنا نفسنا المنتخب يرجع زي الاول. الوطن سبورت برضو بتتكلم على الكابتن حسام بدري وعلى منتخب مصر الاول، وبيقولوا ان في محاضرات مطوله بالمنتخب لتطبيق الكره الهجوميه ونسيان كوبر واجيري. قصدهم على اسلوب اللعب الخاص بكوبر، كان دفاعي جدا، اجيري حاول يهاجم بس هاجم غلط تقريبا. فهو ليه فكر معين وسياسه معينه واستراتيجيه مختلفه كابتن حسام بدري بكل تاكيد، لان هو عنده خبرات كبيره جدا قدر ان هو يكتسبها من خلال عمله بالنادي الاهلي في بعض المناصب، سواء كمدير كوره، مدرب عام، مدرب مساعد، مدير فني. في اخبار كثيره جدا في الحقيقه حابب ان انا اعلق عليها، بس هستكمل التعليق على هذه الاخبار سواء محليا او عالميا او كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي بعد الفاصل، اللي هينورنا ويشرفنا الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور، وهنتكلم ونستفيض في الحديث ونعلق على كل هذه الاخبار محليا عالميا وكمان اخبار نادينا العظيم النادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل.
بينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالدستور. سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا امير. نورنا كالعاده. مبسوط جدا ان انا معاك. انا اسعد بكل تاكيد. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه ونبتدي كالعاده بالنادي الاهلي. ورايك في الحفله اللي كانت للنادي الاهلي اول امبارح، حفله تسليم درع الدوري، وابرز الامور اللي ممكن تكون لفتت نظرك خلال هذا الحفل؟ طبعا هو حفل كان مهم جدا ان يحصل في التوقيت ده. الاهلي بيطول بالدوري كتير وما بيحتفلش بالبطوله، فكان مهم ان انت توثق اللحظه دي، خاصه ان دي ربما واحده من اهم البطولات ان لم تكن الاهم فعلا. يعني انا في نظري بعيدا عن التفاصيل اللي كان بيحصل يعني، لكن لازم النادي الاهلي يوثق ما جرى خلال هذا الموسم كعمل ونموذج يقتضى به في كل مكان. فكره ان فريق يكون في مستوى في المركز الاخير دي مش بتحصل للمره الاولى في مصر بس، لا بتحصل للمره الاولى في العالم. فريق خلي بالك مع وضع في الاعتبار مركز اخير ده كان بسبب الماتشات المتاجله، بسبب مباريات مؤجله، لكن بعد كام اسبوع انت في الوضعيه ديت ما حصلش في اي مكان تاني وصعب يحصل في اي مكان تاني. لكن هو حصل حزمه قرارات وسياسات وتغيير كامل في سياسات نقل الاهلي النقله دي. يعني لما تشوف تعاقدات الاهلي في يناير الماضي وكم الانفاق وتقارنه بالسياسه اللي كانت قبلها بسنه، فكره ان احنا لا مش هنصرف كتير، فهنا النادي الاهلي قرر يغير سياسات في وقت مهم جدا. والجرأه ديت مش اي حد بيقبل عليها، وحجم الانفاق اللي حصل ده مش سهل ان انت تروح عليه. فكان التحول ده بيعكس فلسفه اداره ادركت هي كانت ايه المشاكل اللي عندها، وفي لحظه معينه ولحظه مهمه جدا في وقت مثالي، لو ده اتاخر شويه كان الازمه استمرت. فده لازم يوثق انت قررت تغير وغيرت ازاي والمطبات اللي مريت بيها. فكان مهم جدا ان انت توثق ده. يعني انا شايف لحد دلوقتي ان الاهلي محتاج يوثق اللي حصل ده، لان فعليا اللي حصل في يناير الماضي هو بدايه لكم انجازات هتحصل في الثلاث اربع سنين اللي جايه. يعني انا بشوف احنا في 2019 ل 2024 انا بشوف الاهلي يعني هيتوج بثلاثه دوري ابطال افريقيا. ثلاثه دوري ابطال افريقيا في الخمسه اللي جايين يا رب. يعني انا بسجل معاك هنا في 2019 ان الاهلي في الخمس سنين اللي جايين هيفوز بثلاثه دوري ابطال افريقيا، لانه بنى يناير الماضي هو ميركاتو تاريخي. هو انا بشوفه البناء الثاني لفريق عظيم او جيل عظيم ثاني في الالفيه الجديده بعد جيل تريكا بركات. ده الجيل الثاني، ده الجيل اللي هيجني، هيبتدي السنه دي يجني ثمار اللي جرى. انت كان عندك مشكله في بناء الفريق، دلوقتي هتبدا بقى ايه يدخل عنصر واحد او عنصرين في كل ميركاتو في 50 تمانين. ده بيدل على كيفيه التخطيط للبناء، لان انت مش مجرد بتجيب لعيبه وخلاص. انت في يناير جبت عدد كبير من اللاعبين، 8 لاعبين تقريبا، لكن جيت في فتره الانتقالات الصيفيه زودت ثلاثه بس كده. برافو عليك. وكمان نوعيه اللاعبين اللي انت اخترتها، وعدم تخوفك من الضغط الاعلامي. وانا واحد من الناس الاعلاميين اللي كنت بنتقد فكره ان انت تضم حسين الشحات بمبلغ كبير. لكن انت اقتنعت ان انت وصلت لمرحله بتقع فيها، فلا بد ان انت تطلع كل اسلحتك في الوقت ده. وده كان قرار مهم جدا زي ما قلت لك، عشان كده بقول لك هو يقتضى به. يعني التفاصيل دي يقتضى بها. فانت فكره الاقتناع العناصر والانفاق الكبير اللي حصل والصبر عليهم، وانت ازاي تاهلهم وتجهزهم. النهارده الاهلي هيبتدي يجني ده. كمان زي ما انت بتقول يا امير، في الصيف ايضا استكملت عمليه البناء. النهارده في يناير الاهلي الكلام على بعض العناصر المهمه جدا اللي هتمثل اضافه جدا. وخلينا اكون صريح معاك، فكره ان انت بتدور على تضم كهربا في ظل ان الفريق واقف على رجله وقوي جدا وفي المركز ده قوي جدا، فانت هنا بتؤكد النظريه ان انت لا بتبني فريق يعني لاربع خمس سنين. الاهلي لسه ما ضمش كهربا، بس انا معلومتي ان هو ضم كهربا، معلومتي الشخصيه بس لغايه دلوقتي الاهلي ما ضمش كهربا. بس هو كهربا موجود في الاهلي وهيبقى اضافه مهمه جدا للاهلي طبعا لعيب كبير جدا. يعني لو في حاله وجوده في النادي الاهلي او في اي نادي هو لعيب مهم ومميز وهيكون اضافه طبعا. واضافه كمان فكره التخوف من ان في لاعب يجي كويس في حد في مركزه كويس، لا دي ما تخوفش خالص. بالعكس الفريق القوي اللي عنده بديل قوي جدا. يعني السنه دي عايزك يا امير تشوف معايا في البريمير ليج مانشستر سيتي بيقع لان ساني مش موجود. يعني لعيب مهم. مانشستر سيتي السنه دي وقع ثلاث مرات في النتيجه. توتنهام كان متاخر في النتيجه ما كانش فيه بديل يغير. نورتش سيتي وفي المباراه الاخيره ايضا ما عرفش يغير. ليه؟ لان مفيش لروي ساني. كم مره لروي ساني الموسم الماضي كان بديل قوي سواء لبرناندو او لمحرز او لستيرلينج وغير. هنا اهميه وجود اثنين رمضان صبحي في الفريق، هنا اهميه وجود اثنين حسين الشحات في الفريق. اعظم فتره للاهلي
كان بركات وحسين ياسر ومحمد على الدكه. كان الدكه فيها حسين ياسر ومحمد وبركات وعماد متعب. عشان كده انا بقول لك احنا في مرحله بناء جيل ثاني مماثل للجيل ده. فمهم جدا اللي حصل ده بيعكس ان انت ابتديت تبني وابتديت تعمل حاجه كويسه جدا. طبعا انا لفت نظري في الحفله طبعا زي كل الناس. انا بس عايز ااكد على حاجه قبل ما نكمل في موضوع الحفله عشان برضو الكلام ما يتاخدش علينا. سعيد ان حتى الان الاهلي لم يتعاقد مع كهربا، ولما هيبقى في تعاقد هيبقى في اعلان رسمي للنادي الاهلي. هل النادي الاهلي اعلن رسميا؟ النادي الاهلي ما اعلنش رسميا عشان برضو تبقى النقط فوق الحروف. طيب التصريحات بقى كابتن محمود خطيب وحسام عاشور، نبتدي بكابتن محمود خطيب، رايك ايه؟ طبعا كابتن محمود خطيب تصريحاته هي بتعكس ثقافه وروح الاهلي. بمعنى طبعا. ايه؟ ان احنا طول الوقت مدركين كويس جدا كل اللي بيحصل حوالينا وكل اللي بيحاك لينا، لكن مش مطلوب مني انه طول الوقت اطلع ارد واقول لك ان انا فاهم وان انا واخد بالي. وهي دي الحاجه اللي بتميز شخصيه الاهلي. فكره ان انت تبقى من نفسك وبس دي كل النماذج الناجحه في العالم. يعني فان دايك لما سالوه ايه الحاجه الوحيده اللي خلت فان دايك فان دايك، حاجه واحده بس، قال لهم ان انا مشغول بتطوير نفسي فقط. مش مشغول باللي بيحصل حواليا. يعني انا بعد هزيمه برشلونه في برشلونه 3-0 فان دايك اتعرض لعمليه اغتيال معنوي، انت خايف تدخل على ميسي، انت بترجع 3 متر عليه في الماتش، لكن فان دايك رجع قاد فريقه لانجاز تاريخي جدا. ليه؟ لانه مركز في فان دايك فقط. عشان كده هو اصبح اهم مدافع في العالم. واللي بيحصل ده كله فده هو طابع شخصيه اي مجلس اداره للنادي الاهلي. ده ثابت من الثوابت اللي موجوده في النادي الاهلي على مدار تاريخه. وكابتن محمود الخطيب بيعيد تاكيد ده وبيكرر ده علشان يطمن الجمهور اللي ممكن بينزعج بعض الشيء من فكره التجاوزات او فكره الحملات اللي ما بتتوقفش على الاهلي سواء في السوشيال او في بعض البرامج. فكان مهم ان هو بالقوه ديت وبالحسم ده يكون واضح ويؤكد ده تاني للجمهور ويطمنه. فطبعا كانت كلمه مهمه جدا. حسام عاشور كلامه في الحفله رايك فيه؟ طبعا حسام عاشور واحد من اعظم الناس اللي مروا في الاهلي طبعا، ومن اللعيبه كمان اللي ما خدتش حقها اعلاميا زي ما بنقول دايما. حسام عاشور دايما انا بشبهه، بفتكر تصريح جوارديولا دايما، بفتكر حسام عاشور لما كان بيقول دايما على بوسكيتس اللاعب اللي هو انت ما تحسش بيه وهو في الملعب. لكن لما كان بيغيب كان برشلونه بتغيب. يعني هو كل شيء بس الناس مش شايفه جهده ده. حسام عاشور لفترات طويله جدا كان هو اللاعب ده، اللاعب اللي غيابه دايما بيقع معاه الفريق في فترات كتير جدا، ما خدناش بالنا ان احنا دايما بنركز في الجانب المهاري والتهديفي وغياب الهدافين. فحسام عاشور هنا اهدر حقه في اوقات كتير جدا، لكن مكانته وعند جمهور الاهلي كبيره جدا جدا جدا. وربنا في النهايه اكرمه بفكره الارقام اللي هتفضل تتقال طول الوقت ان حسام عاشور اهم حد في تاريخ الاهلي، وهو طول الوقت بيؤكد انه جدير بالحب ده وجدير بالثقه دي وجدير بالمكانه اللي وصل ليها. وبيقول انه امتداد لعظماء الاهلي. تصريحاته ديت هي بتعكس ان هو رجل امتداد لفكره اساطير الاهلي، وهو اسطوره من اساطير الاهلي، وانه فكره ان هو يتقبل ان هو يكون موجود في التشكيل او بره التشكيل، يلعب او ما يلعبش، مهم عنده النادي الاهلي. دي بتقول لك ان هو كادر جديد من كوادر واساطير الاهلي اللي طول الوقت الجمهور بيعول عليها وبيثق جدا في قدراتها والاضافه اللي بتقدمها للاهلي من اي مكان موجوده فيه. عايز اروح اتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، مباراه طبعا غايه في الاهميه، بس قبل ما نستفيد في الحديث عن هذه المباراه عايز اخد رايك وتقييمك لمستر فايلر على مدار 6 ماتشات فاتوا. ايه ابرز ما يميز مستر فايلر في وجهه نظرك يعني؟ اولا انه رجل صاحب مشروع واستراتيجيه، وده ما جاش الاهلي في اخر 3 سنين. رجل صاحب مشروع واستراتيجيه بتاعته هو. يعني انا اقدر الخصها الاستراتيجيه ديت استراتيجيته الخططيه في امتلاك الكرة. انا راجل جاي امتلك الكرة من اي حد، ما حدش هياخدها مني. بلعب ضغط عالي طول الوقت، الكرة معايا، بوصل للجون بتنوع خططي من اي مكان. فده مشروع واضح جدا ان انا هلعب بالشكل ده. يعني احنا يمكن الاهلي كان بيكسب مع لاسارتي لكن ما كانش واضح انت بتلعب ازاي. صح، انت بتلعب ضغط عالي وبتسحب الكرة ولا لا، مره بتلعب كده ومره بتلعب كده. لكن مستر فايلر من البدايه بيقول ان هو صاحب استراتيجيه واضحه جدا بيطبقها باي 11 لاعب. يعني فكره التدوير اللي بتحصل دلوقتي بيطبقها باي 11 لاعب. كمان شدني قوي فكره اهتمامه بالتفاصيل
واي مدرب اهتمامه بالتفاصيل ده بيغرق بيغوص في تفاصيل التفاصيل لدرجه احكي لك موقف لطيف جدا. زميلتنا ريهام حمدي في موقع يلا كوره كاتبه على صفحتها امس ان هي بتحكي مع مستر فايلر بتسلم عليه وبتعرفه بنفسها انها صحفيه في موقع يلا كوره فبيقول لها انا بقلق من الصحفيين لان الصحفيين غير امناء وعلى فكره انا دارس علم نفس صحفيين سيكولوجي صحفيين هو مركز في التفاصيل لدرجه دي لدرجه ان الصحف ازاي هيتعامل مع الصحف والاعلام اساسا فهو وصل لمرحله ايه فكره انه بيهتم النهارده بموضوع التغذيه فكره انه يهتم بموضوع التغذيه ده موضوع مهم جدا جدا عايزك تقرا كل التقارير على فكره يورجن كلوب عمل ايه في الفريق هتلاقي اسم مهم جدا كل الناس بتسلط الضوء عليه منى منير دي اخصائي التغذيه اللي كانت مع جوارديولا في بايرن ميونخ اللي اكتشفها جوارديولا في بايرن ميونخ لما قال لك في مره انا كنت في مطعم البايرن لقيت لعيبه بتاكل بشكل همجي هو وصف ده اللعيبه بتاكل بعد المباراه بشكل همجي وده غير صحي لان نظام التغذيه هو بنسبه 60% بيتحكم في اصابات اللاعبين ان الجسم بيفتقد بعض العناصر بعد المباراه بالتحديد وفكره تعويضها ما بيتمش بشكل عشوائي لا طبعا. انت لازم في اخصائي بيحط لك المواد اللي انت محتاجها ايه الجسم محتاجها فمثلا لو بتبص في ليفربول في اربع وجبات عصاير معينه بتتشرب طوال اليوم سواء في بيتك او بره بيتك في الملعب او مش في الملعب فده عنصر مهم جدا احنا ما كناش واخدين بالنا منه فكره الاصابات اساسا هو بالاساس ده بيقول لك 60% بتحكم درجه 60% صح. كل الانديه في العالم اللي بتتقدم حوالينا بتقدم العنصر ده اهتمامه بقطاع الناشئين النهارده الراجل وده بيعكس لك كمان ايه ان هو مؤمن قوي بالمكان ده حب المكان ده اللي بيفكر في قطاع الناشئين يعني مش بيفكر في النهارده بيفكر في السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها فهو شايف نفسه يعني هو مخطط لبعيد مش راسم لنفسه ان هو الموسم ده وخلاص انا مش جاي اتفسح انا جاي هو قال تصريح مهم جدا انا يمكن كان في خبر اكتر 12 في اكتر من مكان قبل كده انه كان في احد جلساته مع كابتن محمود الخطيب قال له انا ركزت في تفاصيل مصر قوي وعجبتني قوي حاله حب جمهور الاهلي للاسطوره هو ما يعرفوش اللي بيقولوا عليه اسطوره مانويل جوزيه الحاله دي عجباني قوي وفكره تقدير جمهور الاهلي للحاله دي انا متشوق جدا ان انا اكررها فهو واضح ان هو غرقان في التفاصيل قوي مركز قوي يقدر يكررها طبعا يقدر وكمان يقدر يقدم الافضل يعني انا شايف ان المقاومات هتساعده قوي وان هو جاي كمان يعني بفكر انا شايفه افضل كمان من مستر مانويل جوزيه مش بقول كشخصيه مستر مانويل جوزيه طبعا محدش يتفوق عليه لكن انا شايفه اكثر تطورا ويناسب المرحله ويناسب العصر ما هو ممكن يكون عشان فرق التوقيت بس يعني لا انا شادني كمان فكره ان هو الراجل بيهتم بالناشئين يعني عايز من الناشئين يعني مش بس هدور عمليه الشراكه يمكن مستر مانويل جوزيه اختصر كل افكاره على تدعيم الفريق باهم الصفقات الموجوده حواليا لكن ده النهارده الراجل عايز يعلم من تحت انا مش عايز اجيب حد من بره وبس لا ده كمان انا عايز اعلم من تحت علشان يكون جاهز لتنفيذ اللي انا عايزه لان الراجل جاي بفلسفه مختلفه تماما جدا لا فانا شايفه ان هو يقدر لو احنا واعيين كويس جدا لفكره ان هو يقدر بمعنى ايه بمعنى ان هو مش مع اول خساره او اول تعادل او اول هزيمه دي مهمه قوي لان دلوقتي هو بقى في ضغط عليه قوي ضغط عليه ازاي ان احنا رفعنا سقف طموحاتنا للسماء وده مهم على فكره يعني هي ظاهره صحيه ان انت توصل له الدعم ده طبعا. والحاله الحاصله ما بين جمهور الاهلي وفايلر حاله عظيمه جدا لكن احنا نبقى واعيين ان لو حصل اي دروب وارد جدا يحصل اي دروب ده طبيعي في الكوره وارد لان انا حقيقي بسمع حاجات كده اللي هو ايه يقول لك ايه انا لسه ما شفتش فايلر قدام انديه كبيره وده مش حقيقي يعني يعني فكره نادي الزمالك فريق قوي جدا جدا فريق كبير طبعا وكان في تنوع في الانديه اللي واجهها فايلر بمعنى ايه الزمالك فريق واجهه بضغط عالي من قدام وقدر يتخطى انديه ثانيه زي الانتاج الحربي واسوان رجعت لورا وقدر يفك التكتلات يعني هو واجه اشكال مختلفه وفكره ان هو بيفوز على انديه انت بتشوفها ضعيفه سموحه برده ماتش سموحه سموحه فريق مش ضعيف فكره ان انا بفوز على انديه انت ما تضعفش الخصوم علشان تقول ان انا ضعيف يعني انا في اهم مراحل برشلونه وريال مدريد كانوا بيكسبوا 7 و8 وكل كان الناس تقول لك ايه الدوري الاسباني ضعيف ما كانش الدوري الاسباني ضعيف هو كان برشلونه وريال مدريد قوي بشكل جبار صح بدليل ان مانشستر سيتي وليفربول النهارده بيعملوا كده في انجلترا انا بكسب واتفورد 8-0 كان يقول لك اول ما جوارديولا وصل انجلترا قالوا ده مش هيحصل اللي كان بيحصل في اسبانيا ده فحصل ليه لان هو قوي جدا مش لان الخصم ضعيف واللي بيحصل النهارده في الاهلي هو الاهلي قوي جدا وانا اقدر اقيم ده ازاي ان الراجل عنده فلسفه بفرضها مش لان الخصم ساذج ولا ان لا ده انا بفرض اسلوبي على اي حد استراتيجيتي واضحه واسلوبي واضح جدا فانا بفرضه على اي حد فما اقدرش اقول ان فايلر هينكشف قدام خصم قوي لا هو لما يبقى في خصم قوي
انا وارد جدا ان انا مش لازم اكسب 4 و5 كل الناس يعني طبعا، بس اسلوبي واضح ان انا ان ده اسلوب جديد على كوره اه وانا متحكم وانا اقدر اعمل حاجه يعني واضح جدا ان انا اعمل ده. كمان مش عايز الناس تقول لك انا ما شفتش فايلر لما يكون خسران هيعمل ايه، يعني ايه لما يكون خسران هيعمل ايه؟ اذا كان وهو كسبان بيلعب ضغط عالي بيطرد الخصم من جوه السته بتاعته هيعمل ايه يعني وهو خسران؟ اكيد اكيد هيضغط هيعمل ضغط عالي اكيد هيوصل. انت مستني تقيمه يعني من فكره التغيير لما هيغير هينزل مين وهيطلع مين؟ لا، واضح جدا ان الراجل ده دماغه وفكره هجومي جدا. يعني انت لما تيجي تبص على القائمه يا امير، اكتر حاجه لفتتني فيه جدا من اول يوم دي قائمته في اختيار المباراه. يعني ايه؟ مع اي مدرب كنت تلاقي باك شمال بديل الباك شمال، باك يمين بديل الباك يمين، ومدافع بديل للمدافع، وحارس مرمى. وده المنطقي، الناس تقول لك هو ده منطقي. اقول لك روتيني، مدرب روتيني جدا، هو هتلاقيه مختار عنصر واحد في خط الدفاع بالكامل، لاعب مرن هيقوم بكل الادوار. ليه؟ لان انا عايز اكثف اوراقي الهجوميه. انا شديني جدا فكرته ديت من البدايه، عكست لي قد ايه هو راجل مؤمن بالكره الهجوميه. فده واضح جدا ان هو راجل جاي فاهم كويس جدا ان هو مع فريق لازم يفوز طول الوقت، هيلعب كره هجوميه طول الوقت، ودي الكره الحديثه في كل مكان في العالم. الفرق اللي انت تلعب ضغط عالي بتستحوذ على الكره طول الوقت. فانا شايف في خلال عدد المباريات الصغير ده انا متفائل جدا 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 بفايلر، متفائل جدا جدا بلعيبه الاهلي اللي هو اتطور. قراراته المفرديه دي ممكن نتكلم فيها لو حابب في وقت ثاني. نتكلم يعني انا فكره رمضان صبحي هو فايلر مش رمضان صبحي. يعني اللي حصل رمضان صبحي النهارده هو فايلر مش رمضان صبحي. بمعنى ايه؟ هو نفس رمضان اللي كان موجود مع كل المدربين، لكن فايلر خلصه من ثقافه الحواري. يعني ايه ثقافه الحواري؟ يعني رمضان راجل مراوغ بارع جدا جدا، بس بينزل ياخد الكوره من تحت قوي وبيرهق نفسه كتير جدا في مناطق بعيده. لكن امتى يا رمضان تنزل وامتى تكون في الثلث الاخير؟ امتى يا رمضان هتكون على الطرف وامتى تكون على في العمق؟ علشان اقدر اوظفك في المراكز اللي تسجل منها. صح، ده المدرب. يعني مصطلح ثقافه الحواري دي ده جوارديولا اللي قاله على ريبريه. يعني انا لما جيت بايرن انا كنت عايز احول ريبريه لميسي، لكن هو ما طوعنيش، ما عرفش يتخلص من ثقافه الحواري. ريبريه مصمم انه ياخد الكوره من تحت، انا هعدي الناس كلها. فانت وكان ريبريه دايما يقول لجوارديولا انا ما بحبش اسجل اهداف، انا بحب اخدم على زمايلي. فجوارديولا كان يقول لا انت لازم تسجل اهداف. صح، انت قدراتك تسجل اهداف كتير. ده دلوقتي بيحاول يعمله مع ستيرلينج، وده وعمله فعليا. يعني هو قرب ستيرلينج جدا وشاف ارقام ستيرلينج حصلت ازاي. ففكره المدرب اللي حافظ اللاعب يا رمضان، لا انت مش هتنزل تحت قوي، انت هتكون في الثلث الاخير في الاوقات معينه، انت هتنزل في الاوقات دي، انت هتدخل العمق في الاوقات دي. عشان كده رمضان بينفرد كتير. صح، الناس كانت تقول لك ايه رمضان ما بيسجلش عشان ما بيشوطش. يا جماعه الموضوع مش تسديد، الموضوع مش اصلا، احنا عدد الاهداف المسجله من التسديد بره ال 18 في مصر اساسا نادره جدا. طبعا مفيش حد بيكررها مرتين اصلا في الموسم او ثلاثه، يعني كتير خالص. هو الموضوع الاماكن اللي انت بتاخدها اللي بتحطك في وضعيه مناسبه قدام المرمى. فهنا رمضان فايلر صنع معاه حاجه عظيمه جدا، وكذلك مع حسين الشحات. صح، قدر هو المدرب بيتحكم فيهم بشكل كويس جدا، بيحركهم بشكل كويس جدا، بيحطهم في المواقف اللي تساعدهم ان هم يسجلوا. فهنا تطوير القرار الفردي عند اللاعب وفكره الاماكن والمراكز والخطوط اللي بيتحرك فيها، ده شغل عظيم جدا 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 جدا. ايضا فكره كلامه على حمدي فتحي ينطبق نفس الكلام على موضوع حسام عاشور وباسكت، اللي هو بيقول لك انا مستعد استغنى عن اي حد الا حمدي فتحي. هو اللاعب المحوري اللي بيقوم عليه كل شيء. انا عجبني جدا حمدي فتحي، واكتر حد مساعد فايلر على تنفيذ استراتيجيه الضغط العالي هو حمدي فتحي. ليه؟ انت محتاج تقارب خطوط في عمليه الضغط العالي، يعني الخط الامامي ضاغط فانت ما ينفعش يبقى في مسافه ما بينه وما بين الخط. صح، اكتر صح. واحد بيساعدك على دي حمدي فتحي. يمكن كابتن حسام عاشور حاليا قدراته البدنيه ما تساعدوش تعمل ده. يعني حسام عاشور ما ينفعش يعمل ضغط عالي في الظروف الحاليه، لكن كان يقدر يعمل ده في وقت السابق. كمان حمدي ذكي في فكره ان هو مش موظف. بمعنى ايه؟ ممكن قفشه اللي كان مطلوب منه يضغط، فقفشه مثلا كان متاخر شويه، فهو يروح يعالج ده بانه يطلع بدري قوي. فواحد تاني يقول لك لا انا مش عارف حتتي، لكن هو مدرك كويس جدا، ذكي، عارف امتى اطلع وامتى ما اطلعش. عشان كده هو اللي بيساعده اللعيبه اللي جنبه برده، هو يعني السوليا او قفشه. يعني قفشه بيجيد ازاي يقدر يرجع يغطي معاه حلو. بالظبط، هي معلول او حمدي فتحي لو تقدم شويه مثلا بيبقى في مكانه. صحيح، هي الفكره في ان هو مجموعه ادوات رائعه جدا جالها مدرب في وقت مناسب جدا، مدرب يفهم الادوات دي كويس. وكمان هو الراجل مبسوط بالامكانيات. يعني هو ما كانش متوقع ان في مصر فيها الامكانيات دي، ان في اللاعبين دي، وده خلاه امن اكتر
طالما في المواهب دي هنا في مصر فانا اقدر اعمل ده في الناشئين، اقدر اشوف ده في الناشئين. فانا متفائل جدا بفايلر، متفائل جدا بان 2020 موسم حسين الشحات ورمضان صبحي ان شاء الله، متفائل جدا بعوده ازارو قريب. يعني انا عايز اطمن الناس، ازارو جاي قوي، ازارو كان مجرد لاعب. انا متفائل نفس التفاؤل ده بصراحه، انا متفائل جدا لازارو يا جماعه. ولو شارك في القمه في الجزء الاخير حتى هتكون انطلاقه ازارو. يعني مهم جدا ان الناس تاخد بالها ان ازارو كان تراجعه تراجع جماعي، المجموعه حواليه واقعه، فهو كان واقع نفسيا، ولازم ناخد بالنا من نفسيا دي قوي عشان اللاعب محتاج ده. صح، ازارو صاحب امكانيات غير عاديه. ودلوقتي الضغط اترفع عليه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بقى في اجاي في الملعب، بقى في ناس بتسجل، فخلاص الناس مش واخده بالها معايا شويه. فانا لما هنزل ابتدي العب بريحيه شويه، اسجل بس اول هدف، انا متاكد ان ازارو هتفتح معايا باذن الله، هينطلق انطلاقه غير عاديه. وازارو امكانياته اعلى راس حربه في مصر. مع كامل احترامي للجميع، هو افضل مهاجم في مصر. وفي دوري ابطال افريقيا ايضا ازارو بالنسبه لي، وبقول ده وهو واقع. يعني انا بقول ده والناس كلها بتنتقد ازارو وبتهاجمه، لان انا مركز جدا في تفاصيل ازارو وعارف امكانياته كويس جدا، وهو محتاج الفرقه تفوق والفرقه فائت بالظبط في ظل الكواليتي اللي حواليه. اللاعبين والجمل اللي بتتعمل كتير في الماتشات في الحقيقه مع مستر فايلر، ده هيساعد ازارو قوي. وهو كمان ازارو هيساعد فايلر قوي لما يترجع له الثقه، هيساعده في تنفيذ افكاره، لان مفيش مهاجم بيقدر يقوم بادوار ازارو في جوه في كره افريقيا. ماتش الزمالك تتوقع فيه مفاجاه؟ اتوقع فيه مفاجاه من الزمالك، اتوقع فيه مفاجاه من الزمالك. الشكل الخططي اتوقع ان ميتشو هيكون اكثر حرصا، بمعنى ان هو انا لا مش ههاجم الاهلي تاني، انا جاي ادافع باحترام وادب شديد جدا، ومفيش تصريحات. دي لقطات من ماتش الزمالك السوبر. مفيش تصريحات عن تانية تاني. انا شايف ان هو ممكن يلجا لفكره ازاي، يعني هو هيلعب خلال المباراه مش ازاي اضغط الاهلي، لا ازاي اوقف الاهلي. ده هتشغله اكتر. يعني انا بشوف مثلا هو ممكن يلعب عند ناحيه رمضان صبحي بحد يدافع قدام حمدي النجاز. مش هيعريه تاني، مش هيلعب مثلا مشي كباله قدام حمدي النجاز، لا هيلعب بحد ادواره الدفاعيه اكتر زي زيزو مثلا كده، علشان اوقف رمضان صبحي وخطوره رمضان صبحي. زيزو مصاب ولا زيزو التاني؟ احمد سيد زيزو. ففكره ان انا فشايف ان الزمالك هيتدور اكتر ازاي ابقى حريص تكتيكيا، ازاي ادافع. ف هنا نوع جديد تكتل قدام فرقه قويه جدا، ازاي مستر فايلر اتعامل مع ده؟ هتبقى مباراه صعبه عليه جدا، خاصه ان زي ما قلت لك سقف الطموح عالي قوي. انت من غير ما الناس ما تشوفك عملت ماتش رائع جدا. انا شايف مباراه الزمالك هي افضل مباراه قدمها فايلر بصرف النظر عن النتيجه 3-2 بس، يعني كان المفروض النتيجه توسع عن كده ظروف الماتش، لكن الظروف القدريه شاءت بان النتيجه تطلع كده، لكن هي افضل مباراه. انا يعني كنت مش مستوعب الشغل اللي بيحصل ده. يمكن انا كنت قبلها بشويه لما سمعت تصريحات قفشه واتكلم عن مباراه كانسبورت، قريت شويه قفشه هيعمل ايه، لكن ما كنتش مستوعب ان القوه دي والتركيز ده، التركيز من جميع اللاعبين بالشكل ده. يمكن في الجزء الاخير من المباراه بس الامور فاتت شويه، عشان ربنا كان رحيم مش اكتر. يعني هو كان ربنا رحيم اللي كان ممكن يحصل اكتر، لكن كانت حاجه قويه جدا. بس ده مش سهل يقرر، صعب، مش سهل يقرر، لان الخصم نازل بتركيز اعلى، نازل بحرص اكتر. انت الضغوط عليك انت المره دي، انت اللي نازل كسبان، وكسبان كمان الناس شايفه انت تكسب باريحيه، فالضغوط عليك انت المره دي. خصوصا اللي قلقني شويه موضوع المشاكل اللي في نادي الزمالك. يعني من ساعتين ولا حاجه في مشكله طارق حامد مثلا، تصريحات ليه ومشاكل. يعني ممكن البعض ياخد الامور دي بشكل ان احنا خلاص بقى احنا الافضل واحنا هنكسب، وانا خايف ان اللعيبه تفكر بالطريقه دي. ما اعتقدش طبعا لعيبه النادي الاهلي مدركين كويس كيفيه التفكير والتعامل مع هذه المباراه. يعني لكن بتشوف المعطيات دي ازاي؟ انا بشوف ان المعطيات دي هتؤثر على الزمالك اكتر مش على الاهلي. بمعنى ان زي ما قلنا في بدايه الحلقه، الطابع الاهلاوي هو الانشغال بنفسي، ثقافه وروح الاهلي هي الانشغال بنفسي. مش مهم غير بيعمل ايه. لكن انا شايف انها هتاثر على الزمالك، لان اللي بيحصل النهارده في الزمالك كل يوم ده بيحصل مشكله، لاعب ما خدش مستحقاته، فالامور بتتفاقم والازمات بتزيد. فدي هتؤثر على اللاعبين، لان في مشكله حقيقيه، في مشكله حقيقيه ومحتاجه مواجهه، وما بتحصلش مواجهه، ما بتحصلش المواجهه ده فيما يتعلق بنادي الزمالك. ما بتحصلش المواجهه والمعالجه. فعلشان كده يعني متوقع ان الازمات تزيد، ان الازمات وهتؤثر على طبعا على نفسيه كتير من اللعيبه طيب كتير من اللعيبة. خليني شويه في الاهلي. لكن عايز اتكلم بالتحديد، شايف المباراه مع نادي الزمالك شايفها ازاي، وفرص النادي الاهلي في هذه المباراه، خصوصا ان انت اتكلمت قلت ايه ان هيبقى في حرص شويه من مستر ميتشو في نادي الزمالك في هذه المباراه. الاهلي ممكن يتعامل ازاي؟ طيب هو الاهلي على المستوى الجماعي هو اعلى جدا بكتير قوي، تمام، وعلى المستوى الفردي في كل صراع فردي ما بين اي اثنين داخل المباراه في الاهلي والزمالك، الفرديات لصالح الاهلي. لكن فكره دخول الزمالك في المباراه، يعني مطلوب من لعيبه الاهلي انها ما تسمحش للزمالك يدخل في المباراه. بمعنى التسجيل المبكر، فكره في تركيز الاهلي على ان هو يسجل بشكل مبكر
هتخلي المباراه سهله جدا، هتحولها من مباراه صعبه لمباراه سهله جدا، تخلي الاهلي قادر على ان هو يقدر يفوز ويفوز برقم مريح كمان. بشوف ان زي ما قلت لك الاهلي متفوق في الامور الفرديه في الثنائيات، اشوف علي معلول ورمضان صبحي هيتفوقوا على اي ثنائي يواجههم، هيقدروا يصنعوا الفارق منها. وخلينا اقول لك ان الاهلي بدا يكرر جمل، يعني ثنائيه رمضان علي معلول ديت بقت مكرره بشكل يعني هيصل في مرحله من مراحل لدرجه الملل. الملل الممتع طبعا، مش ملل. فكره ان الثنائيه اللي بتحصل ديت يعني كانت بتحصل ما بين ميسي وقلبة مثلا، فكره ان هو الجمله المقرره، الهدف اللي بيجي كل مره، اللي انت وانا والخصم والحكم والمدرجات كل الناس عارفه ان هو هيجي ويحصل. فكذلك انا متوقع ان الثنائيه هتستمر برده، هتبقى خطر كبير جدا على الزمالك لو ما لجاش للفكره اللي انا بقول عليها، هتبقى اهم مفاتيح الاهلي للتفوق. كمان الاهلي بيتميز في الفتره الاخيره بالتنوع، فكره التنوع يعني ايه؟ زي ما انت عندك جبهه شمال في جبهه يمين، عندك اجاي بيقوم بادوار مهمه جدا، تخلى عن فكره المهاجم الصريح. رايك كيف اجاي؟ اجاي عقل، عقل، هو اللعيب عقل. دايما اقول لك كره القدم بتلعب بالعقول، مش القوه وجري كتير، لا العقل. هو اجاي لاعب ذكي جدا جدا جدا، بيعرف يختار الاماكن اللي بيخطر فيها الكوره. كمان حلو قوي بصراحه. القرار هنا بقول لك عقل، هو من قبل ما تيجي هو واخد قرار ان انا هستلم ازاي وهحط ازاي. فهنا عقل اجاي. فانا بشوف اجاي وصوله في التوقيت ده كمان مهم جدا. جدا 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 جدا. قدرته على ان هو يخلق مساحات لزمايله، شوف كام هدف حسين الشحات ورمضان صبحي سجله بفضل فكره تحرك اجاي عشان يفرغ المساحه وراه وبيسحب قلبين الدفاع. ودي افكار يعني طبعا لازم نشيد جدا بمستر فايلر بالافكار ديت، لان هو ده اللي كان تنفيذ اللاعبين، لان مش يعني مش اي حد يقدر ينفذ الافكار اللي انت نفسك تعملها. ما هي جوده لعيبه الاهلي معروفه، جوده لعيبه الاهلي يا جماعه عاليه جدا. احنا جوده رمضان صبحي معروف، رمضان صبحي اللاعب اللي كان عنده 17 سنه طالع حاوي بيكلم الكوره مستحيل تخطفها منه، فهو جودته ما فيش شك فيها. لكن فكره ان انت مين المدرب اللي يوظف ده ويطور ده، ده اللي بيحصل حاليا. فانا شايف ان الاهلي حاليا قادر جماعيا وفرديا ان يحقق فوز تاريخي يسعد بيه جمهوره يا رب ان شاء الله، ويزيد ثقه اللاعبين والجهاز الفني في انفسهم وثقه الجمهور فيهم، علشان مهم جدا ان الموسم ده الاهلي يحقق حاجات كتير جدا. مهم جدا طبعا، ان شاء الله الاهلي يفوز في هذه المباراه، لان هي طبعا مباراه صعبه قوي قوي، ونادي الزمالك نادي كبير، لازم نتفق على الجزئيه دي، نادي كبير بامكانيات عظيمه جدا، فالمباراه من هنا جايه صعوبتها الكبيره جدا جدا، ودايما تنافس تاريخي وازلي ما بين الاهلي والزمالك. طيب نتكلم عن المنتخب شويه. المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، خلينا نبتدي المنتخب الاول. والمنتخب عنده مباراه يوم الاثنين مع بوتسوانا. انا عايز اتكلم معاك في شكل المنتخب هيبقى عامل ازاي مع الكابتن حسام البدري، التفكير التكتيكي، شكل الاداء هجومي في اتزان دفاعي، ما اعتقدش طبعا موضوع دفاعي ده. بتشوف ازاي الشكل بتاع منتخب مصر مع الكابتن حسام؟ خلينا نقول تتوقعه ازاي يعني؟ هو انا اتوقعه طبعا قريب من الشكل اللي بيلعب بيه الاهلي، وكابتن حسام البدري محظوظ انه جه في التوقيت اللي الاهلي بيحصل فيه ده. الاهلي بيحصل فيه التطور الخططي ده، وده هيتناسب جدا مع اللي هو عايز يعمله. كابتن حسام تقريبا من المدربين اللي دايما بيحبوا يمتلكوا الكوره طوال الوقت. يعني ولايه حسام البدري الاخيره مع الاهلي ما فقدش فيها الاستحواذ غير مره واحده بس، قدام المقاصه كان 49-51 والاهلي كسب برضه. فكابتن حسام البدري من النوع اللي بيحب يمتلك الكوره طوال الوقت، ومن النوع اللي بيعمل الضغط العالي، فيتناسب جدا مع الشكل اللي بيعمله الاهلي دلوقتي. ومعظم عناصر الاهلي، يمكن هو مش محظوظ ان عمرو السوليه وقع دلوقتي، بس مباراه وديه يعني، كابتن حسام البدري واثق جدا في عمرو السوليه جدا، ويمكن واحد من اكثر الناس اللي دعموه، وكان بطريقه صعبه. يعني هو عمرو السوليه لما بدا ياخد على كابتن حسام غالي، يعني لما بدا يدخل التشكيل كان بيبدا ياخد على كابتن حسام غالي. فكان صعب ان انت تكون جريء تاخد القرار ده. فاول ما كابتن حسام البدري وصل كنت بتكلم مع اصدقاء، فبقول ان عمرو السوليه هيبقى ليه دور مهم جدا، لان هو مؤمن بيه قوي قوي، مؤمن بيه جدا. وكمان حمدي فتحي ما حدش هيقدر يقول حمدي فتحي مش موجود، وهنا النقله اللي هتحصل في المنتخب وفي الكره المصريه. خلي بالك حمدي فتحي عنده منافسه قويه جدا مع طارق حامد في المركز ده. ما هو انا بقى النقله اللي هتحصل في الكره المصريه، انت عايز لاعب بيلعب كوره ولا لاعب بيطارد خصم؟ وكابتن حسام البدري من النوع اللي بيحب يمتلك كوره وبيستحوذ على الكوره، فانت عايز اللاعب اللي هيبني ويقدر يعمل الزياده ويقدر يلعب كوره وتستخدمه في العمليه الهجوميه. النهارده يا امير الناس حوالينا بيستخدموا حارس المرمى في البناء. يعني بدات تظهر الافكار، يعني انت تشوف بدايه الموسم
إيدرسون في مانشستر سيتي ازاي بيطلع على قوس ال 18 عشان يقف بين الاثنين المدافعين وهو الليبرو في عمليه البناء. انتر بقت تعمل كده دلوقتي. انتر بيعمل شفت في ماتش برشلونه ازاي حصل تدرج بالكره من تحت في ضربه المرمى والاصرار على ان انا اطلع بيها رغم الضغط العالي. رغم الضغط صنعت فرصه هدف من ضربه مرمى وحارس المرمى بنى فيها. فالنهارده الناس بتستخدم الحارس وانت ما زلت بتفكر في ان انت لحد نص ملعب ما بتستخدمش الناس تقول لي مفسد هجمات ولاعب بيقطع ولاعب بيضرب ولاعب بيعمل فاولات. لازم يعمل ده الى جانب ان هو يشارك في عمليه بناء الكوره. فمن هنا اتوقع ان كابتن حسام البدري طبعا بيكونوا محب لان هو يمتلك الكوره ويستحوذ فهيميل لثنائيه عمرو السوليه وحمدي فتحي ودونجا واللعيبه اللي بتحب تلعب كوره او اللعيبه اللي عندها قدرات انها تلعب كوره وقفشه مجموعه اللاعبين اللي هي بتساعدك في امتلاك الكوره. وده التطور اللي هيحصل مع كابتن حسام. كمان شخصيته هتنعكس ان شاء الله على اللاعبين. شخصيه قويه جدا. في ناس بتعلى يعني هو محظوظ ان رمضان صبحي بيعلى جدا وحسين شحات بيعلى جدا وانت بتمتلك صلاح وبتمتلك تريزيجيه فانت اصبح عندك اوراق قويه جدا كمان في مركز المهاجم. عندك اكتر من لاعب واعد طالع في المنتخب الاولمبي صلاح محسن ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر. فكل الظروف بتقول ان انت محظوظ النهارده وانت محظوظ لان انت راجل بتشتغل وانت راجل بتفهم وانت راجل تستحق ان انت تبقى محظوظ. يعني انا شايف ان هو يستحق ان هو يبقى محظوظ النهارده بان هو بيوصل مع جيل جديد طبعا. هو مدرب عنده تاريخ في الحقيقه صحيح ده شيء فانا متفائل جدا بيه وبالطفره اللي بتحصل في النادي الاهلي. تتوقع تشكيل المنتخب تحت قياده كابتن حسام بدري يبقى ايه؟ يعني ده اللي مثلا القائمه اللي هم اختارها دلوقتي تتوقع ايه؟ انا شايف ان هو هيجرب اكتر عدد من خلاف مباراه بوتسوانا لو احنا هنلعب ماتش رسمي. لو هنلعب ماتش رسمي في الماتشات الرسميه الجايه هيبقى كابتن احمد فتحي ما قلتش حارس المرمى محمد شناوي طبعا في خلاف عليه. كابتن احمد فتحي وفي القلب احمد حجازي وممكن رامي ربيعه او محمود علاء. يعني لو كابتن رامي ربيعه جاهز هيبقى رامي ربيعه او محمود علاء. الظهير الايسر هتبقى اكبر مشكله عند كابتن حسام البدري هتفضل مشكله. يعني لو محمود وحيد ياخد شويه انا شايف ان هو هيبقى جريء ويضمه لكن في الظروف في المعطيات الحاليه هيبقى ايمن اشرف. أيوة في المعطيات الحاليه ايمن اشرف ولو مش ايمن اشرف هيبقى محمد حمدي مش عبد الله جمعه هيبقى محمد حمدي لان كابتن حسام من بدري قوي هو معجب بمحمد حمدي وكان عايز يضمه للاهلي في ولايته الاخيره. وهو بيدور اكتر على اللاعب اللي يكون ملتزم في الحته ديت ان ازاي يعمل كفرنج فهيدور على هو لاعب جيد في الحقيقه. ابن من ابناء النادي الاهلي بالمناسبه محمد حمدي يعني. صحيح. هيبقى في نص الملعب حمدي فتحي او محمد النني يعني واحد من الاثنين دول مع السوليه حمدي فتحي او النني مع السوليه قدامهم قفشه مش عبد الله سعيد. قفشه هو اللي بقى الخيار الاساسي لان قفشه برده اختيار كابتن حسام من بدري لما خدوا بيراميدز كان هو معجب بيه جدا برده. وهو حاليا الحاله البدنيه لقفشه لا تقارن باي لاعب في مركزه. يعني محدش هيقدر ينفذ اي افكار او ادوار زي ما قفشه هينفذها. فهيبقى يكون قفشه صلاح طبعا وتريزيجيه وممكن يحصل تحول. يعني انا يعني نفسي يحصل تحول. انا نفسي العب بصلاح ورمضان وتريزيجيه او صلاح وتريزيجيه والشحات. يعني انا نفسي يكون عايز صلاح قدام لوحده انا عايز صلاح قدام لوحده ويقوم بادوار اجاي اللي هو الراجل اللي بيلعب براحته وبينزل بيروح على الطرف اليمين وبيعرف يستلم الكره كويس تحت ضغط في الحقيقه صلاح وعملها كتير مع ليفربول. يمكن لما الامور بتضيق مع كلوب بيروح صلاح يقربه ال 18 احنا حاليا مفيش مثلا مهاجم جاهز لسه المهاجمين الشباب هيجهزوا هيقعدوا فتره. في ناس تقول لك مصطفى محمد وصلاح محسن. صحيح بس هو ده الشكل النمطي للمهاجم. هو ممكن يجوا ويتطوروا لكن حاليا في التوقيت ده انا كمان صلاح هخسره في العمليه الدفاعيه. بمعنى ايه يا امير؟ هو صلاح بيلعب في الناحيه اليمين فمين اللي هيدافع مكان صلاح؟ غالبا دي كانت بتبقى ازمه عند كور فكان دايما وظف عبد الله السعيد. يا عبد الله لما بنفقد الكوره انت بتتحول لجناح يمين يا عبد الله فبتدافع وراه. فانا شايف ان احنا ممكن نتخلص من الازمه دي وممكن نبقى اكثر قوه فعاليه هجوميه واستغل حاله رمضان والشحات. انا ما ينفعش ما استغلهاش. لازم كابتن حسام بدري يبقى واعي جدا من دلوقتي انه يستغل حاله رمضان والشحات. وبالمناسبه يعني انت لو خيرتني انا شخصيا ما بين رمضان او تريزيجيه انا هختار رمضان صبحي. اختار رمضان صبحي لان رمضان لاعب اذكى جدا واكثر فعاليه على الملعب. بعض الاحيان تحتاج السرعات الموجوده عند تريزيجيه. مهم طبعا السرعات وتريزيجيه لاعب مهم بس رمضان اكثر فائده للفريق ورمضان ملتزم ايضا. يعني رمضان ملتزم جدا في فكره الادوار الدفاعيه قدام الظهير اللي بيلعب وراه. ملتزم جدا في رمضان لاعب يديك الاستحواذ يديك ان انت تقف على الكوره. تريزيجيه لا تريزيجيه عايز يعمل سبرنت ولما المساحات تضيق
اذا الكابتن حسام بدري عنده الخيارات المتعدده اللي تقدر تنجحه يعني طبعا لا هو حسب الشكل اللي عايز يلعب بيه طبعا هو عنده هو محظوظ زي ما قلت لك في وفره انت كنت كان ايام كوبر انت مجبر على تريزيجيه لان رمضان صبحي ما كانش في حالته ما كانش بيلعب طيب. في انجلترا محمد صلاح كل فتره كده يحصل حاجه يبقى في كلام كتير عن محمد صلاح اخرها يعني غلاف المجله بتاعت جي كيو والصور اللي نزلت يعني انا عن نفسي بشوفها حاجه عاديه يعني ده لعيب كبير وعالمي طبيعي يبقى في انت تعليقك ايه انا طبعا متفق معاك يا امير هي الازمه دايما هي ازمه ثقافه شعب احنا انا اسف مش متعودين على كده انا اسف جدا احنا ما تعلمناش كويس احنا ما تعلمناش نحترم خصوصيه الناس كويس هو حر هو بيعمل ايه انا حتى لو عمل اكبر من ده هو ما عملش حاجه اصلا ما فيش هو اللي حصل مش حاجه اصلا بس للاسف كلام كتير دايما بس هو انت ليه دايما بتفرض نفسك قاسي على صلاح واخلاق صلاح ويلبس ايه وما يلبسش ايه ويتصور مع مين وما يتصورش مع مين ليه عشان احنا ما تعلمناش ازاي نحترم خصوصيه بعض هو احنا محتاجين ندرس واحنا صغيرين حاجه اسمها علم نفس يعني في ناس كتير ما بتمرش بيها عشان نعرف نتعلم بعض ونعرف نحترم بعض ونعرف نحب بعض كل واحد يبقى في حاله يا عم انت مش واصي على صلاح بس ممكن راي تاني يقول لك ده نجم كبير جدا ولاعيب مصري وانا متابعه وما فيش حاجه اسمها خصوصيات وكلام من ده لعيب عالمي وكلام من ده ممكن حد يقول لك حد هتتدخل تعيش في حياته انت هتتدخل تعيش مكانه يعني انا بصراحه انا مستغرب جدا مش مستغرب يعني في حاجات ممكن ينتقد فيها محمد صلاح لكن الموضوع الاخير ده بالذات موضوع الصور وكلام من ده فيما عدا حياته الشخصيه انت بتاخده في الملعب وانتقد سلوكياته اللي هي في الاطار الفني وتعامله مع اتحاد الكوره وتعامله مع الجهاز الفني وتعامله مع كلوب وتعامله مع زمايله قول رايك لكن في حياته الشخصيه انت مالكش حق خالص انت مالكش اي حق تقول صلاح بيتصور مع مين او بيتفسح فين او صلاح مش عارف بيتصور هو قالع ولا لابس يا عم يعمل اللي هو عايزه يا عم هو صلاح ملك لنفسه مش ملك ليه لا انا ده رايي ببساطه ولاعيب عالمي طبيعي واحنا يمكن هي الحاله عشان احنا مش متعودين بس احنا الازمه مش ازمه صلاح بس الازمه ان احنا بنتدخل في حياه بعض كلنا كلنا مش صلاح احنا بنتدخل في حياه بعض كلنا وفي تفاصيل بعض ده يشوف لابس ازاي ده يشوف عامل ازاي فهي الازمه زي ما بقول لك هي فعلا ثقافه شعب هو احنا محتاجين نتعلم يا جماعه ان احنا نحترم بعض ولازم نقدر حال صلاح يعني احنا مش طول الوقت هنمثل ضغط عليه احنا بنتحول دلوقتي لآلة ضغط على صلاح طول الوقت وعشان كده صلاح لازم ينسى او لازم يعزل نفسه انا عارف ان هو بيحاول يعمل ده طبعا اي لاعب بروفيشنال بيعمل ده وبيقفل على نفسه وبيبعد نفسه عن الانتقادات ديت لكن في النهايه هي عامل مؤثر اللعيبه بتنزعج من الضغوط ديت وبتنزعج من الانتقادات ديت شفت روبرتسون لما قفل السوشيال عنده لما لقى الهجوم عليه فاللعيبه طبعا بتتاثر وبتفكر وانت بتاخد جزء من طاقته وذهنه بالامور ديت انت ليه بتاخده من المنطقه ديت احنا عندنا لعيب في الحقيقه وصل لمكانه ما حدش وصل لها خالص في مصر قبل كده يعني احنا كان احسن حد من المحترفين عندنا مين ميدو مثلا وكان كل سنه بيروح نادي طبعا عمل مسيره احترافيه كويسه يعني في الحياه لكن مش بدرجه محمد صلاح اطلاقا احمد حسن ما وصلش طبعا لموضوع محمد صلاح ده خالص في لعيبه كتير احترفت بس ما حدش عيشنا الاجواء الاحترافيه دي والمناسبات والاحداث الكبيره اللي بتحصل بالنسبه محدش بقى صلاح. واحد من اساطير العالم هداف دوري انجليزي مفيش ولا لاعب مصري بالظبط مفيش ولا لاعب مصري ثالث احسن لاعب في العالم ورابع احسن لاعب بقى من ضمن اساطير العالم بالزبط. يعني صلاح ده لو اتعمل كتاب عن 100 شخصيه اثرت في تاريخ كره القدم هيكون منهم فده لا راح منطقه ثانيه ومش ده واحنا ما بنقولش ده عشان يبقى مبرر ان هو يعمل حاجه بالزبط. يعني يعمل اي حاجه في مزاج لا مش بيعمل اي حاجه لو عمل حاجه خطا واضحه جدا طبيعي ان انت تنتقده يعني طبيعي ما فيهاش حاجه لكن الموضوع الاخير ده بصراحه يعني لا اي حاجه في مبالغه طيب يعني. سريعا عشان اختم المنتخب الاولمبي توقعاتك ليه ان شاء الله باذن الله المباراه الوديه اتلعبت امبارح هتلعب كمان بكره مع نفس المنتخب والاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه والتصفيات المؤهله لطوكيو 2020 المنتخب الاولمبي هو منتخب بيضم عناصر واعده وكلنا متفائلين بيها يعني تمام يعني هي عناصر مهمه جدا وعناصر عندها قدرات تخلينا نحلم ان هم يوصلوا بعيد المجموعه صعبه احنا في اصعب مجموعه التحدي صعب جدا لكن انا شايف المجموعه ديت وكابتن شوقي غريب في الفتره الاخيره يمكن انا شايفه بيدور على اللي يناسب المجموعه دي يعني هو عايز يلعب الكره الهجوميه فعلا برده وحاله اللعيبه زي ما اقول لك لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره رمضان صبحي من التحديد هيفرق معاه جدا ومصطفى محمد في الزمالك حاله هايله جدا جدا فشايف ان المنتخب الاولمبي قادر باذن الله على ان هو يحقق اللي احنا بنحلم بيه وهو الامداد الحقيقي للمنتخب الاول يعني انا بسمي الجيل ده جيل الانقاذ يعني هو ده اللي هيبقى المدد للفريق اللي جاي ان شاء الله باذن الله انا بشكرك يا سعيد شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعاده انا بشكرك يا ميمو شكرا جدا يا حبيبي دي كانت فقرتنا الحواريه الخاصه بحلقه كلام في الميديا النهارده اتكلمنا في العديد والعديد من الامور محليا وفيما يتعلق بالنادي الاهلي بالتحديد ومباراه الموجوده مع نادي الزمالك هذه المباراه المرتقبه دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله الى اللقاء